اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد البس. اعتقد انه الدوائر المحليه والعربيه والاقليميه والعالميه لم تنشغل بمتابعه تفاصيل زياره مسؤول كبير لمصر مسلمة انشغلت بزياره الامير تميم امير قطر للقاهره، وهي الزياره اللي استمرت يومين، يعني تم استقباله بالامس في مطار القاهره، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم جرت مباحثات ثنائيه بين الرئيس وامير قطر، غادر بعدها من القاهره الى الجزائر، كان قادما من رواندا الى القاهره وخرج من القاهره الى الجزائر. ليه بقول ان هذه الزياره حظيت باهتمام شديد جدا وبمتابعه دقيقه جدا؟ لانه هذه الزياره اعتقد انها نقطه فاصله في تاريخ هذه المنطقه. بعد سنوات كثيرة جدا اعتقد فيها الكثيرون أن هذه الزيارة لا يمكن أن تتم، وأن هذا المشهد لا يمكن أن يحدث، وأن هذه اللحظة لا يمكن أن تأتي أبدا. لكن إدارة مصر لسياستها الخارجية استطاعت أن تستوعب التناقضات وتحتوي الاختلافات حتى لو كانت قوية، وهو الأمير تميم بن حمد أمير قطر في القاهرة يتحدث ليس فقط عن العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، ولم يكن حديثه فقط منصرف إلى الملفات الإقليمية التي تهتم بها مصر وقطر، ولكنه تحدث عن 30 يونيو، الحدث الأهم والأبرز والذي كان نقطة خلاف كبيرة جدا. أمير قطر عندما تحدث عن 30 يونيو قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وأعرب عن تقديره لمصر قيادة وشعبا، في خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على الأصعدة كافة. وعندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذه الزيارة وطبقا للبيان الرسمي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، قال الرئيس جملة أعتقد لابد أن نتوقف عندها كثيرا، لأن الجملة دي هترد على ناس كتيرة جدا ممكن تكون مش مستوعبة أن ما جرى قد جرى. وعايز أقول أنه في ناس مش مستوعبة ده من أنصار الدولة المصرية ومن الذين يناوئون الدولة المصرية. رئيس عبد الفتاح السيسي قال انه هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات، وانا بقرأ لحضراتكم من البيان الرسمي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية عن هذه الزيارة. هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة خلال الفترة المقبلة. خلي بالنا بقى من الجملة اللي جاية. في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين. فإذا أردت أن أضع عنوان صحفي لهذه الزيارة هقول إنه هذه الزيارة هي زيارة النوايا الصادقة، كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ما جرى جرى انطلاقا من نوايا صادقة لتطوير العلاقات بين مصر وقطر. عن هذه الزيارة وعن ردود الأفعال عليها خلونا نستمع إلى الكاتب والمفكر السياسي الكبير الأستاذ خالد عكاشة رئيس المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد، تحياتي ليك ولجمهورك العزيز. يعني أنا أحاول من أمس قراءة ما خفي في هذه الزيارة، الدلالات والإشارات والرموز كما يقولون. كيف قرأت هذه الزيارة وما الذي تقوله للذين يعني يترقبون، أو في ناس كثيرة زي ما حضرتك عارف في دوائر كثيرة جدا يلتبس عليهم الأمر؟ يعني الحقيقة فعلا الجملة اللي حضرتك وقفت قصادها قمة النوايا الصادقة، اعتقد بانها يعني في محلها تماما. منذ اتفاقية العلا في بداية العام 2021 الحقيقة
المتابع والمراقب لكثير من الخطوات التي جرت منذ هذا التاريخ أكثر من عام ونصف تقريبا، يجد أن الخطوات تبني بهدوء وبمصداقية حقيقية من الطرفين، بأن يتجاوز كل الخلافات السابقة ويبدأ في صياغة علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل، احترام الضوابط الاستراتيجية لكل دولة، العمل المشترك في مجابهة التحديات الكبيرة جدا اللي بيواجهها الإقليم واللي بيواجهها العالم. كنا لسه لم نتعافى من جائحة كورونا، وإذا بينا ندخل على تحدي دولي أكبر وهو الحرب الروسية الأوكرانية. صحيح. التجربة المصرية ما فيش شك، وهذا الأمر ليس انحيازا، التجربة المصرية لافتة وملهمة في نفس الوقت. اللي أنجزته مصر طوال الثماني سنوات الماضية الحقيقة واضح وبارز للعيان. ربما الأطراف الخارجية ترى أكثر مما نرى نحن في الداخل. دائما ما نلتقي بأطراف أو بشخصيات من دول عربية ومن دول أخرى على المستوى الدولي، ونجدهم الحقيقة بينظروا إلى ما أنجزته مصر والشعب المصري بتقدير كبير جدا. شايفين أن خطوات السياسة الخارجية والإقليمية المصرية في حالة من الاتزان والرصانة والمصداقية الكبيرة اللي تجعلها نقطة ارتكاز حقيقي. الكلام دوت عكس نفسه في العلاقات القطرية، وهي جاية لمصر كما أشرت بخطوات الحقيقة تمددت في العام ونصف. الزيارة لأمير قطر النهاردة وبالأمس لم تكن هي بداية هذه الخطوات، لا كان سبقها خطوات كثيرة جدا على مستوى التنفيذيين. ربما النهاردة هو تأكيد وتتويج لأن الأمور قد تصححت واتخذت مسارها الصحيح بشكل كامل. لو بصينا الأرقام التعاون الاقتصادي والاستثماري والدخول في المشروعات الاستراتيجية المصرية الحقيقة نجد أرقام لافتة للغاية. في شراكات صناعية ما بين 4500 شركة مصرية وقطرية. في ارتفاع لنسبة الاستثمار القطري في مصر ليصل إلى 121.8 مليون دولار في هذا العام اللي احنا بنتكلم فيه. التنوع في الاستثمار القطري بيشمل قطاع البنوك والعقارات والطاقة، ودي أهم وأكبر المشروعات الاستراتيجية. يعني مشروعات ليها مجالات ضخمة للتمدد وللتنامي، ومصر مراهنة عليها بشكل كبير جدا. فلما يكون قطر بتحجز لنفسها مكان في هذه المشروعات، احنا هنا قدام مصالح حقيقية تنسج ما بين الدول بعضها وبعض، والمصالح دائما ما تضبط إيقاع الأداء السياسي وبتجعلها الحقيقة أكثر اقترابا وأكثر فهما لمقتضيات كل دولة. وأعتقد النهاردة الإشارة بالتهنئة إلى 30 يونيو، الإشارة والإشادة بالتجربة المصرية وبالسياسة المصرية. وفي هنا أنا توقفت قدام حاجة يعني متبادلة يا فندم، يعني أنه الأمير تميم يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرب احتفال مصر ب 30 يونيو، وفي نفس الوقت الرئيس أيضا يحتفل ب يعني ذكرى تولي تولي وتنصيب الامير تميم وتوليه مقاليد الامور في قطر، لانه كان 25 يونيو 2013. يعني ناس كتير مش واخده بالها انه تم تغيير الحكم في قطر قبل 30 يونيو بايام قليله جدا. فهنا عايز اقول ايه، تبادل الإقرار بأمر واقع كان ناس كتيرة جدا بتشكك فيه، أو ناس كتيرة جدا بتقول مثلا أنه قطر شايفة 30 يونيو إزاي. فإذا النهاردة أنا بعتبر أنه مصر تحرز في رأيي، ما أعرفش حضرتك توافقني عليه ولا لا، تحرز خطوات متقدمة
في ترسيخ شرعية 30 يونيو في مواجهة ناس كتيرة جدا كانوا بيشككوا فيه. يعني اوافق حضرتك تماما، وهذا الامر ربما منذ سنوات وهو قد ترسخ تماما واصبح امرا مقبولا لدى الكافه، بل وكان محل اشاده كما اشرنا. يعني النظام المصري اكتسب شرعيته ليس من 30 يونيو بقدر ما اكتسب شرعيته من ادائه خلال الثمان سنوات. صحيح صحيح. مشروع وطني عملاق، علاقات وشراكات على المستوى الدولي الحقيقه يعني العالم كله يتابعها بتقدير كبير جدا، انخراط رصين جدا في كافه ملفات الاقليم. النهارده لأول مرة فعلا بيطلع صوت قطري يشيد بالدور المصري في القضية الفلسطينية، اللي كان يعني يوصف لعقود سابقة مش لسنوات، لعقود ان هناك قدر من التنافس، قدر من التقاطع، قدر من النهارده قطر. لا النهارده قطر بتتكلم عن توافق الرؤى بين الزعيمين حول أهمية العمل على إحياء عملية السلام. بالظبط كده. فيعني احنا قدام يعني تجربة حقيقية مادية ملموسة، رغبة صادقة كما يعني تناولنا. مصر هي الأخرى يعني تريد لهذه العلاقة النجاح. صحيح. وتراهن على أن يكون هناك علاقات صحية جيدة. الشراكة المصرية الخليجية مع دول الخليج كافة هي إحدى الشراكات الاستراتيجية الكبرى للدولة المصرية. طب أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة فندم، وهو هذه الزيارة لما نحطها في سياق صياغة مصر لسياستها الخارجية خلال السنوات الثمانية الماضية. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية، واحنا عارفين طول الوقت انه يعني السياسة الخارجية بيكون الرئيس الطرف الأساسي فيها، ووزارة الخارجية بتقوم يعني بالعمل التنفيذي لهذه السياسة. هذه الزيارة في إطار، أنا امبارح قلت إن سياسة مصر الخارجية بتقوم على فعليا صفر مشاكل، إن هي دولة تريد أن تتعاون، ما يبقاش في صراع، ما يبقاش في يعني حالة من التوتر طول الوقت. لو حطينا الزيارة دي في السياق الكبير للسياسة الخارجية المصرية وصياغتنا لهذه السياسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني أنا بشوفها الحقيقة مصر مش بس بتقف عند صفر مشاكل بقدر ما هي إحدى الدول صانعة السلام بشكل حقيقي. يعني مصر بتسعى إلى صناعة السلام في المناطق الملتهبة والمتوترة. مصر بتنتهج نهج إطفاء لكافة الحرائق ولكافة التهديدات في منطقتنا العربية. واعتقد النموذج الليبي، النموذج السوداني، النموذج في فلسطين والضفه الغربيه واسرائيل وغيره، الادوار المصريه بتخش علشان تحل المشكلات وعشان تقدم حلول حقيقيه وعلشان ترسي حاله من الاستقرار والسلام، لانها مدركه في عقيدتها هي اللي بتشوف انها على قدر عالي من الأهمية، إن من دون حالة استقرار لن يكون هناك تنمية، لن يكون هناك تطوير، لن يكون هناك تحقيق لرفاهية الشعوب. هي شايفة دوت لشعبها المصري وبتعمل على ذلك بمنتهى القوة، وشايفة إن ده مش هيتحقق في الإقليم إلا إذا قدرنا إن إحنا نضفي عليه قدر من الهدوء والاستقرار، ونحاول إن إحنا نحصر المشكلات على أدنى مستوياتها. وايضا السياسه الخارجيه المصريه تؤمن بالشراكات المتطوره اللي احنا زي ما بنشوفها فتحت صفحه جديده تماما في شراكتها مع قاره افريقيا مثلا. صحيح صحيح. وشكل مختلف تماما في العلاقات مع دول القاره. ايضا النهارده بزياره اليوم، لا وبعدين في 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 بعد ناس كتيره مش متيقظه لعلاقتنا مع دول الاتحاد الاوروبي، حتى مش اللي هي الدول اللي في الصف الاول. يعني بنتكلم على اوروبا، فانت تقعد تقول ايه فرنسا، انجلترا، المانيا، ايطاليا، لا انت رحت الدول فيها الاتحاد الاوروبي. يمكن ناس كتيره جدا كانت بتبقى مستغربه يعني مصر بتنسج علاقات يعني مع هذه الدول، او ايه الفايده اللي بترجع علينا بيها. ففي امتداد للسياسه الخارجيه بشكل كبير. طبعا طبعا. وعشان كده النهارده هو الدائره العربيه بتتكامل مع هذه الدوائر، ان كانت افريقيه او اوروبيه او متوسطيه. مصر بتنسج مساحة كبيرة جدا من المصالح ومن التشاركات. الكلام ده بيحقق لها فوائد كبيرة جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي.
لما بنتكلم على اكبر الشركات العملاقه النهارده الدوليه بتشتغل على الاراضي المصريه وليها استثمارات كبرى، صحيح، زي شركات صحيح. الطاقه وزي شركات الطاقه المتجدده. منذ ايام قليله بنستمع الى السعوديه احد قاده ملف الطاقه على مستوى العالم جايه تعمل شراكه على ارض مصر ومع المصريين، صحيح. وبتشير الى هذا الملف وبتقول ان هي عايزه تعمل استثمارات، لان مصر تمتلك ميزه وميزات نوعيه كبيره جدا في هذا الملف. قبلها كان قطر وشغاله مع مشروعات الغاز وليها حصص في الشركات اللي بتشتغل في غاز شرق المتوسط اللي في المناطق الاقتصاديه المصريه. يعني دول كبرى في مجال الطاقه عندها الرغبه بانها تشارك مصر وتستثمر فيها. دي ليها دلالات اقتصاديه وسياسيه واسعه جدا جدا، ما فيش شك في ده. صحيح. فده الشكل اللي مصر بتدير بيه ملفات علاقتها الخارجيه، انها تضمن ان الافضل والاقوى على مستوى العالم في كافه الملفات ان هم يكونوا شركاء للدوله المصريه، يفيدوا مصر، يفيدوا المصريين، يطوروا من اسواقها، يطوروا من جوده الحياه فيها وجوده مناخ الاعمال بشكل عام. طيب، بشكرك جدا الكاتب الكبير الاستاذ خالد عكاشه، رئيس المركز المصري للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. عايز بس اشير لما قاله الامير تميم امير قطر على حسابه على تويتر، حسابه الرسمي على تويتر، بعد انتهاء الزياره قال: سعدت بزياره جمهوريه مصر العربيه الشقيقه ولقاء اخي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهره، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشان تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنميه والاستقرار ويدعم امن المنطقه والعالم. انا عندي رسالتين بقى حقيقه. رساله لعدد كبير جدا من انصار الدوله المصريه اللي بنقول عليهم دولجي، والدولجيه دي شرف على فكره، يعني يقول لك ده عصو ده دولجي، فانا بعتبر انه الدولجي ده شرف، راجل بيناصر دولته، ما بيقبلش كلمه على دولته، بيغير على دولته، خايف على دولته. في ناس كتير منهم يعني ممكن تكون الامور ملتبسه عليهم، شايفين انه يعني هذه الزياره تمت ازاي، وانه احنا خلال السنين اللي فاتت كان في موقف. انا عايز اقرا لحضراتكم جزء من تصريح قاله السفير سالم مبارك آل شافي، ده سفير قطر في القاهره، عامل تصريح لوكاله انباء الشرق الاوسط. قال ايه بقى؟ زياره الشيخ تميم بن حمد الثاني لمصر ولقائه مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تاتي تتويجا للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين على مدى الاشهر الماضيه، وتصب في صالح علاقات التعاون الحاليه والمستقبليه بين البلدين في المجالات كافه. هذه الزياره يا جماعه لانصار الدوله المصريه لم تاتي فجاه، ولم تتنازل فيها مصر عن يعني ملي واحد من اولويات امنها القومي، ولم تتراجع مصر عن اي قناعه من قناعتها. مصر خلال السنه ونص اللي فاتوا في لقاءات، في اتصالات، في مباحثات، في كلام على اعلى مستوى، جاءت هذه الزياره تتويجا له. فالناس اللي معتقده انه في مشكله ما، لا، انا بقول لانصار الدوله المصريه اللي يمكن الامر ملتبس عليهم، بقول لهم اهدأوا كثيرا، لدينا اداره تحافظ على الامن القومي المصري، تعمل ما فيه مصلحة مصر بشكل كبير جدا، ووثقنا في هذه الإدارة ونجدد ثقتنا في هذه الإدارة مرة أخرى. دي رسالة لي اللي هم يعني أنصار الدولة المصرية، أمر التبس عليهم، فلابد أن احنا نقول لا، المسألة ما جاتش في يوم وليلة، المسألة ما حصلش تغير دراماتيكي في الموقف المصري، مصر لم تتنازل عن شيء، بالعكس مصر باقية على ثوابتها وعلى مصالحها وعلى أمنها القومي، وحريصة على المستقبل. في ضوء ده بتنسج علاقات قوية مع الدول العربية، حتى لو كان في بعض الخلافات في ظرف ما، خلينا واثقين في الإدارة المصرية وما تقوم به من خطوات الآن. الرسالة الثانية أنا بوجهها بشكل أساسي للجماعة اللي هم الجماعة الإخوان اللي هم منزعجين، واللي هم بيهاجموا اللي هم بيرحبوا بالامير، وبيهاجموا اللي ما بيرحبوش بالامير تميم.
يعني دول بقى انا اقول لهم كلمه واحده، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. يعني كان في رعايه، كان في دعم، كان في، فاذا بأمير قطر في القاهره. فكل الناس دي الحقيقه يعني ليس لديهم ما يستر عورتهم، وليس لديهم ما يستر خيانتهم. مصر تنتصر دائما، مصر لا تخسر ابدا، يمكن ان تتعطل قليلا لكن مصر تستكمل مسيرتها طول الوقت. من استكمال المسيره دي، النهارده كان في زياره مهمه جدا لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للغربيه، لمركز زفته، لقريه نهطاي تحديدا، لمتابعه تنفيذ مشروعات حياه كريمه اللي هو المشروع الاهم والاكبر الحقيقه يمكن في التاريخ المصري، يستهدف 60 مليون مواطن، رفع وتغيير وجه الحياه. النهارده رئيس الوزراء في الغربيه تطبيقا واستجابه وتنفيذا للوعد اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال احنا لما هنعمل المشروع ده هننزل بنفسنا نتابع في القرى، وها هو رئيس الوزراء موجود، ويمكن دي مش اول مره يزور قريه. وخلونا نستمع من معالي السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. معالي السفير اهلا بيك يا فندم. مساء الخير دكتور محمد، اهلا بحضرتك. يعني انا بقول للساده المشاهدين انه المشهد في الغربيه، في زفته، في نهطاي، ده قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال احنا هننزل بنفسنا، اكبر المسؤولين هينزلوا بنفسهم يتابعوا هذا المشروع. وهذه المتابعه تاتي بعد ايام، يمكن مجلس الوزراء نفى من يومين انه بعد ما يتردد عن انه المشروع يمكن ان يتوقف، فالنهارده التاكيد العملي على الارض انه المشروع حياه كريمه مكملين فيه. يعني عن هذا الموضوع وعن هذه الزياره يا فندم بما تحدثنا. يعني خلينا نبدا بموضوع المتابعه اللي حضرتك ذكرته. المتابعه موجوده على عده مستويات، سواء من جانب الساده المحافظين اللي بتتم هذه المبادره في محافظاتهم، هناك متابعه مستمره وميدانيه للتنفيذ، الوزراء والجهات التنفيذيه المعنيه بتنفيذ هذه المبادره، سواء الاسكان، التنميه المحليه، يعني الصحه، كل الوزارات، النقل طبعا، كل الوزارات اللي فيها يعني او مشاركه في مبادره حياه كريمه، اللي هي تكاد تكون تقريبا كل الوزارات المصريه، وزرائها يقومون بمتابعه ميدانيه ايضا. اليوم هو المستوى الاعلى من هذه المتابعه من جانب رئيس الحكومه اللي هو حريص هو الاخر على انه بيزور تقريبا كل اسبوعين قريه او مركز من اللي داخله في المرحله الاولى من حياه كريمه. زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه، ده المشروع الاكبر ربما في تاريخ مصر، مشروع تنموي بيستهدف 60 مليون مواطن، ما فيش دوله في السابق في دول العالم عملت مشروع بهذا الحجم، استهدف تقريبا ثلثين عدد سكانها وبتنفذه في فتره زمنيه تكاد تكون قصيره جدا اللي هو 3 سنوات ربما تطول بسبب يعني الاحداث العالميه اللي بيمر بها العالم. لكن زي هذه الازمه وضعت اعباء علينا ونحن ننفذ هذه المبادره، هذه الازمه ايضا كانت كاشفه عن الاهميه الكبيره لمثل هذه المبادرات. وعلشان نعرف هذه الاهميه ممكن نسال السؤال بشكل عكسي، لو في ظل هذه الظروف العصيبه اللي بيمر بها العالم ومصر جزء من هذا العالم، ما كناش بدانا من سنه ونص تقريبا تنفيذ مثل هذه المبادره في قرى الريف المصري، كيف كان سيكون عليه الحال؟ الريف المصري كان يعاني قبل هذه المبادره، وجاءت الازمه الروسيه الاوكرانيه بكل تداعياتها لتلقي مزيد من الاعباء، فمثل هذه المبادرات التنمويه بتخفف من الضغوط على المواطنين في قرى الريف المصري، عندما نستهدف المدارس والمستشفيات والطرق ونحسن جودة المساكن لمن يقطنون حاليا في مساكن غير أدمية، ويعني نصل خدمات المياه الشرب النقية والصرف الصحي والغاز الطبيعي، كل هذه الخدمات المقدمة للمواطنين تخفف عنهم في هذه الظروف العصيبة اللي بيمر بها العالم. فمبادرة حياة كريمة مستمرة ويجب أن تستمر، لأن إذا كانت الظروف زي ما قلت وضعت ضغوط علينا كحكومة سنتحمل هذه الضغوط وزيادة الأعباء وزيادة التكلفة، لكن سوف تستمر هذه المبادرة لأن لها أثر كبير جدا في التخفيف عن المواطنين. طيب النهاردة مركز زفتة، يعني وكان في استعراض من المحافظ
الخدمات في هذا المركز. احنا بنتكلم حتى كمان القرية، قرية مهمة جدا، بتكلم على 600,000 مواطن وفي حوالي 1000 مشروع. انا عايز اسأل حضرتك، لانه بعض الناس طيب بتقول هذه الاعباء، رئيس الوزراء النهاردة بيقول رغم العقبات ورغم الاعباء اننا يعني هنمضي. بعض الناس بتقول طيب التوقيتات، يعني الثلاث سنين احنا المرحلة الاولى في تم ترحيل فيها فندم شوية، يعني برضو طمنا على التوقيت. ربما سيكون هناك بعض الترحيل في التوقيتات، ودي لظروف خارجة عن إرادتنا، لأن بعض الخامات اللي بتستخدم في المشروعات هي خامات نستوردها من الخارج، وطبعا زي ما حضرتك عارف في مشكلات كبيرة في التوريد عالميا وسلاسل الإمداد والتصنيع، فهناك نقص في بعض الخامات اللي بتستخدم في المشروعات، زي مواد معينة مثلا بتستخدم في صناعة المواسير، والمواسير هنا مهمة جدا فيما يخص يعني الكهرباء، تحتاج الصرف الصحي يحتاج انواع من المواسير، مياه الشرب تحتاج انواع من المواسير، وايضا خدمات الغاز الطبيعي تحتاج نفس المادة الخام اللي تستخدم في صناعة هذه المواسير. فهناك ضغوط عالمية ويعني تقلبات في التوريد، كل هذه يعني المشكلات اللوجستية ربما يترتب عليها زيادة في مدد التنفيذ، لكن هتكون زيادات يعني مش الزيادات المدد الكبيره. ان شاء الله هنحاول ان احنا يعني نقصر مده الاطاله قدر الامكان، لكن في النهايه الاهم هو ان المبادره ستستمر. مستمر. الاهم ان كل المشروعات قائمه، لن نتخلى عن مشروع كان مستهدفا من قبل. كل المشروعات اللي كنا بنستهدفها سيتم تنفيذها، وفي مقدمتها خدمات الصرف الصحي. احنا مصر تغطيه القرى فيها لخدمات الصرف الصحي في 2014 عندما اتى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم كانت لا تتجاوز من 12 ل 14%. احنا ان شاء الله بنهايه هذه المبادره بشكل كامل هنغطي خدمات الصرف الصحي ل 100% من قرى مصر، يعني هنرتفع من 14% تغطيه ل 100% في 2014 بالظبط ل 100% بنهايه هذه المبادره. وعندما اتحدث عن خدمات الصرف الصحي استطيع ان اقول بمنتهى الثقه انها كانت الخدمه الاكثر طلبا صحيح. من جانب جميع المواطنين، اكثر طلبا والحاحا من الناس، صحيح، والحاحا من الناس ومن ممثليهم في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. عندما يجلس رئيس الحكومه ويزور محافظه من المحافظات قبل حياه يعني قبل بدء مبادره حياه كريمه، كان الطلب الاول من جانب النواب توصيل خدمات الصرف الصحي في القرى. فالمبادره مستمره ان شاء الله. كل المشروعات اللي بنستهدفها سواء في المدارس، القطاع الصحي، الصرف الصحي، الكهرباء، المياه الشرب سوف تستمر. هناك مكون ايضا مهم هو سكن كريم. كل البيوت اللي في حاله مهترئه سيتم تحسينها واعاده بنائها في اطار هذه المبادره، وده طبعا كل هذا مجتمع يعني هيجعلنا امام ريف مغاير تماما ان شاء الله في نهايه فتره تنفيذ هذه المبادره. طيب هسال حضرتك على او هطلب من حضرتك يعني متحدث باسم الحكومه توجيه رساله للمجتمع المدني او المجتمع، يعني هنا الحكومه مفروض ان هي ما بتشتغلش لوحدها في هذا المشروع، يعني رسالتك بوضوح الى المجتمع اللي هو شريك في هذا الموضوع يا فندم. المجتمع المدني طبعا في هذه المبادره بالذات شريك، وشريك مهم جدا يعني، وهم بالفعل يعني الحق يقال هم لم يتاخروا عن يعني امداد كل يد العون الممكنه، كل الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني اللي بيقع في نطاق عملها واختصاصها مشروعات تتعلق بحياه كريمه كلها ساهمت بشكل كبير جدا. يعني كل ما أرجوه منهم هو الاستمرار على نفس الأداء والاستمرار بنفس الحماس ونفس الزخم في باقي المراحل المبادرة. احنا النهاردة بنتكلم مثلا على سبيل المثال في زفتة، ده مركز واحد في المرحلة الأولى في محافظة الغربية بيخدم 600,000 مواطن، 600,000 مواطن بيستفيدوا في مركز واحد فقط. احنا عندنا في الغربية في المرحلة الثانية في 4 مراكز هيضافوا او هينضموا عندما نبدا ان شاء الله في المرحله الثانيه. كل ده بنتكلم عن محافظه من 27 محافظه. هذه المبادره تغطي 27 محافظه من محافظات مصر. المجتمع المدني شريك اصيل لنا، والمجتمع المدني في 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 هذا الوقت وفي وده مش تاكيد كحكومه، ده سياده الرئيس بنفسه اكد على الاهميه البالغه للمجتمع المدني في مثل هذه المشروعات. صحيح. كل ما نرجوه الاستمرار في نفس الزخم ونفس الحماس في باقي المراحل.
معالي السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوعاتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. عندنا خبر مهم بالنسبة لمجلس الدولة، لأنه مصادر قضائية قالت أنه المستشار عادل فهيم محمد عزب سيؤدي اليمين الدستورية القانونية غدا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمجلس الدولة. كده المستشار عادل عزب سيخلف المستشار محمد محمود حسام الدين اللي بتنتهي ولايته 30 يونيو لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني. المستشار عادل فهيم محمد عزب هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليا، وهيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2024، يعني هيدير المجلس لعامين قضائيين، فغدا يعني سيؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب بكرة إن شاء الله في مؤتمر مهم جدا، أنتوا فاكرين في يناير اللي فات رئيس عبد الفتاح السيسي لما يعني قرر أنه يتم تعيين 150 ألف مدرس، ولكن على يعني اللي هو كل سنة 30 ألف مدرس على 5 سنوات. فهيتم الإعلان بكرة عن الشروط والخطوات، داخلين كمان على امتحانات الثانوية عامة. يسعدني أن يكون معي معالي وزير التعليم الدكتور طارق شوقي. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا دكتور محمد، اهلا وسهلا. يعني احنا داخلين على الوقت، صحيح انه كل الايام وكل الفترات انا عارف مدى انشغالك ومدى يعني تصويب السهام عليك طول الوقت، ولكن يعني انا اعرف كما حضرتك قلت لي اكتر من مره هذا قدرك، لانك تقوم بعمل اصلاحي كبير سيفهمه كثيرون ان شاء الله بعد ان يؤتي ثماره. انا قلت لازم اقول الكلمه دي لانه داخلين على حوار وطني وناس كتيرة بتتكلم فيه مشروع تطوير التعليم وما إلى ذلك، فلابد من كلمة الدعم وهذا حقك يعني. شكرا. كانوا الأمور ماشية الحقيقة بانتظام شديد السنة دي ككل يعني. وحضرتك عارف خلصنا جميع الامتحانات، سنوات النقل والشهادة الإعدادية والتعليم الفني، وفي هدوء يعني نسبي كبير جدا. وحتى الفترة اللي بتسبق الثانوية العامة أعتقد ده أكثر الفترات هدوءا في السنوات السابقة، لأنه إحنا يعني حاولنا نلبي كل الطلبات ونريح الطلبة قدر الإمكان والسادة أولياء الأمور من بدري. فزي ما حضرتك شايف الأسابيع الأخيرة تقريبا مفيش كلام عن الثانوية العامة، وده الهدف. إنه امتحان مهم بس عادي في الآخر، كلنا خدناه كلنا على مدار السنين، فيعني مش محتاج نوتر الولاد خالص. لا خالص، بس الاحتواء احتواء كل الأسئلة والقلق والتوتر لو طلبت من حضرتك في نقاط محددة وكأنها مش هنقول نصائح ولكن رسائل إلى الذاهبين إلى لجان الثانوية العامة. لا احنا يعني بس بنناشد السادة أولياء الأمور عدم الذهاب إلى اللجان على الإطلاق. على الإطلاق. ومعنا طبعا يعني وزارة الداخلية مشكورة بتؤمن محيط اللجان، مش عاوزين الصورة دي تتكرر، لأنها صورة يعني مسيئة لمصر ومش مفيدة في أي حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية الولاد عارفين كل التفاصيل وردينا عليهم مرارا وتكرارا، كل اللي بنأكده عليهم هو ملء الجزء من البابل شيت العلوي بخط ايدهم بوضوح قبل اي شيء، يعني يكتبوا حاجات بسيطه يعني الاسم ورقم الجلوس واسم والرقم اللي على كراسه الاسئله ينقلوه في المكان المخصص ليه على البابل شيت، بعد كده يهتموا بالاسئله واجوبتها بهدوء شديد وتمشي الامور يعني بدون اي مشاكل باذن الله. وهم اوريدي راحوا اللجان الاسبوع اللي احنا فيه ده. صحيح. كانت فكره ان احنا يعني نعودهم عليه في المواد اللي خارج المجموع، واعتقد ان ده ريح الكثيرين يعني، فالناس
شافت شكل البوبل شيت وخلاص بقوا هاديين جدا، وعشان كده الدنيا هاديه الى حد كبير جدا. طب يا فندم، في كثير من، يعني عايز اقول ايه، رتوش حوالين مساله التسريب الالكتروني وقنوات على التليجرام، وناس يقولوا ان احنا بنتحدى المنظومه دي، بيتم التعامل معاها ازاي؟ ما هو احنا بنحاول والله بقى لنا 3 4 سنين ننبه على الجميع. احنا يا جماعه بنستخدم مسميات غلط. كلمه تسريب يعني خروج الامتحان قبل موعده. وكلمه غش الكتروني يعني حد بيصوره بعد ما تم التسليم الورق الاسئله. صحيح. فالتسريب كلمه خطيره لانها تعني خروج امتحان قومي قبل موعده، ده لم يحدث منذ 2017، وكل من يدعي هذا كاذب. وبيلعبوا باعصاب اولياء الامور، وفي ناس بتنصب وبتسرق فلوس وحاجات زي كده. فكل ده، وكل مره في جهات اخرى بتنشر حاجات على ان هو ده الامتحان، وطبعا كل مره يطلع مش هو. فعشان ما نخشش في الدايره دي تاني، مفيش حاجه اسمها تسريب خالص. خالص. ويا ريت ما نستخدمش الكلمه دي في الصحف ولا في المواقع ولا في اي حاجه خالص. الغش شيء تاني. الغش وهو ظاهره موجوده في مصر وفي العالم. مؤسفه، بنحاول ننبه اليها كثيرا، ولكن دي معناها ان حد دخل بجهاز محمول، وده ممنوع طبعا، بيصور الورقه وينشرها املا حد يحلها وترجع له الاجابه. ازاي ترجع الاجابه؟ في ناس بتعمل حاجات يعني لا تخطر على بال الكثيرين، وتحط سماعات في ودانهم وحاجات كده. دي مش حاجه جديده، دي حاجه بقى لها سنوات. ولكن الامتحانات اللي في الاسبوع اللي فات، يعني في جمهوريه مصر العربيه، من 708 الف طالب اللي حاول يعمل حاجه زي كده، كانوا 7 في اليوم الاولاني و3 في اليوم الثاني، فده رقم لا يذكر. لا يذكر يعني. صحيح. والعشرة اتمسكوا. يعني العشرة بيتمسكوا في ساعتها، وده الغريب انهم بيبقوا عارفين انهم يتمسكوا. فبيطبق عليهم قانون بحذافيره، وده بيبقى فيه حرمان من الامتحان سنتين مثلا، غير غرامه ماليه واشياء اخرى. فبس بنقول ده يعني ما حدش يقدم على هذا، لان العقوبه هتكون عنيفه جدا، وفي الاول وفي الاخر وبيأذي زمايله وبيأذي من اجتهد. وعشان كده بنركز عليه جدا، والتنبيهات واضحه وصريحه لجميع اللجان بمحاربه هذا بكل الاشكال الممكنه. صحيح. طيب بالنسبه للمؤتمر بتاع بكره، يعني لو نعرف من حضرتك الملامح الرئيسيه للاعلان، احنا بنتكلم على 30,000 وظيفه لمعلم، ده في السنه الأولى. احنا قدامنا 5 سنين إن شاء الله لتغطية العجز في المدارس. يعني الملامح الأساسية، مش عاوزين نحرق التفاصيل لأنها تكون في المؤتمر بتاع بكرة إن شاء الله. لا، ما يعني الملامح زي ما حضرتك قلت، وده كان توجيه من السيد الرئيس، وبنشكره كثيرا على موافقته على التعاقد مع 150 ألف معلم، والهدف سد العجز للمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية. و بالتالي يعني بقى لنا مده بنشتغل على تحديد مواطن العجز بالتحديد، وفي انه سنوات دراسيه، وانه تخصصات، وانه ادارات، وانه اماكن. فهنا دي مسابقه هادفه، مسابقه هادفه الى سد العجز، يعني مش هادفه كانها فرصه عمل وخلاص. احنا عاوزين يعني نحل مشكله، والعدد المطلوب اكتر من 150 ألف. طبعا حضرتك عارف هيتعمل على 5 سنين. ال30 هيسدوا العجز جزئيا مش كليا. وبالتالي مهم قوي ان احنا نحدد الخطوات بوضوح، وواضح ان معانا اجهزه الدوله، يعني احنا هنعمله مع الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. وطبعا بنشكر وزاره الماليه ومجلس الوزراء، عشان كده خدنا وقت عشان نحدد العجز بدقه، ونحدد الاولويات وطريقه الاختبارات نفسها، نعلنها بكره ان شاء الله، نقول مين ايه المطلوب يعني من حيث المواصفات، الخريج والسن والتقدير والحاجات دي كلها. الهدف في الاخر ان احنا نجيب معلمين اكفاء
يقودوا التعليم الجديد اللي بدأ منذ 3 4 سنوات علشان تكتمل الصورة. فدي بالنسبة لنا مسابقة مهمة جدا بالنسبة للدولة ككل. وبنشكر الجهاز التنظيم والإدارة الحقيقة بيبذل جهد كبير جدا معانا علشان نتمكن من احنا نحلها ونتفادى كل اخطاء ما سبق من تعيينات يعني. ان شاء الله وبالتوفيق في كل الخطوات يا فندم. اشكرك جدا. اشكرك جدا معالي وزير التعليم الدكتور طارق شوقي. مسابقه مهمه جدا الحكومه وزاره التعليم والجهاز المركزي للتعبئه والتنظيم والاداره اشتغلوا على انه الاول رصدوا العجز في اعداد المدرسين. مصر يا جماعه عندنا 25.5 مليون طالب وعندنا 960,000 مدرس، ففي عجز كبير جدا. هتم احصاء العجز وبعدين بكره هيعلن عن المواصفات يعني المطلوب. هيدخل الناس على البوابه، بوابه الوظائف الحكوميه، وبعدين يدخل على الايقونه بتاعه الوظائف، يدخل على وظائف التربيه والتعليم ويقدم أو يكتب البيانات المطلوبة. هتتحدد بعد كده مواعيد امتحانات إلكترونية، والاختيار كمان أو تصحيح هذه الاختبارات هتكون إلكترونية بحيث يبقى في عدالة، ما يبقاش في أي تدخل بشري إن شاء الله. طيب احنا دايما دايما بنفرح، بنبقى مبسوطين لما يبقى عندنا مطرب كبير يعمل أغنية جديدة. احتفينا بيه الأسبوع اللي فات يمكن بأحمد ثروت، واتكلمنا مع الفنان محمد ثروت وأنا بتمنى له الشفاء العاجل، لأنه الفنان محمد ثروت النهارده أجرى عملية في القلب، يعني قام تركيب دعامات في القلب وهو الآن في العناية الفائقة بعد العملية، منتظر إن شاء الله يخرج الأسبوع ده. فبنتمنى له الشفاء الحقيقه، كان معانا في مداخله مهمه الاسبوع اللي فات. النهارده احنا بنحتفي باغنيه جديده لعلي الحجار. وعندما تكون هناك اغنيه جديده لعلي الحجار، اعتقد انه ملايين من محبيه ومن عشاق فنه ومن عشاق فنه بيبقوا مبسوطين، لانه علي الحجار في كل ما يقوم به بيمثل اضافه كبيره جدا، ليس للغناء في مصر ولكن يمثل إضافة كبيرة جدا للمزاج المصري، للذوق المصري الصحيح، لأنه لسنوات طويلة جدا كان في غناء غزة مزاج سقيم في المجتمع المصري. احنا بنبقى مطمئنين لأنه أنا بعتبر أنه استمرار علي الحجار وجيله، وإن شاء الله يعني الفنان محمد الحلو كمان يعني يكتمل شفائه، هذا الجيل الذهبي انه لا يزال يقاوم، فهم جيل فرسان لان هم دول الرهان عليهم في طرد العملات الرديئه. خلينا نسمع يعني احدث ما غناه علي الحجار بطلة حياتي، وبعدين نرجع لحضراتكم. مبسوط وفي حاجه في احساسه وفي حاجه في شخصيته حتى،
وهو بيغني. يعني انا لما بميل اقول انه صوت مصر الان، يعني صوت مصر هو علي الحجار، فما ببقاش لا ابالغ يعني، وهذا كلام لا يقترب حتى من محبتي لي ومن يعني ايماني بما قدمه وما يزال يقدمه وان شاء الله لا يقدمه بعد ذلك. معي الفنان الكبير علي الحجار. مبروك يا فندم. دكتور الله يبارك فيك. عامل ايه؟ دايما يعني تراضيني وتكبرني يعني يا اخي، عين المحب واذنه، اعمل ايه طيب؟ الله يعني اعمل ايه؟ طب قول لي بقى، يعني بطلة حياتي بقى يعني بتعكس مين بصراحة؟ مراتي طبعا. يعني ايوه، ما انا هقول يعني، ما انا قلت تقولها بلسانك يعني. هي بطلة حكايتي بجد. بس طبعا هو طارق علي لما كتب الاغنية هو يعني ما كانش يعرف ان انا عايز اقول كده يعني بالشكل ده لمين. يعني هو يعني الراجل كاتب اغنية حلوة وقال لي انا نفسي ان اللي يلحن الاغنية دي الدكتور خالد داغر. خالد داغر ابن الفنان الكبير عبده داغر الكمانجاتي اللي هو مفيش زيه في العالم يعني. صحيح. ما تقريب. وخالد داغر عازف تشيلو قوي جدا، وهو دكتور واستاذ في الاكاديميه، وهو ماسك الموسيقى الشرقيه في الاوبرا، وراجل يعني واخد دكتوراه في علم كبير في الموسيقى غير العزف، غير التشيلو يعني وكده. ولحن لي قبل كده لحن جميل اسمه ما فيناش من الخوف، كتبه الشاعر محمد العسيري. وبعدين لما لقيت طارق علي يعني مصر او بيرشح انه، لانه كان سمع ما فيناش من الخوف وشايف ان دي خالد داغر هو اللي يقدر يعملها، ف طبعا بعتها لخالد داغر، بعتها لي يمكن بعد يوم ونص ولا حاجه لانه اتحمس للكلام قوي. لكن انا لقيت في الحكايه حاجه تخصني انا. يعني انه الكلام جه بالظبط على يعني على الجرح زي ما بيقولوا يعني. ايوه، حاله متمكنه منك من سنوات انا عارف. بقى لي 20 سنه يعني. يعني والحمد لله انه يعني حاله الحب لسه. ما هي دي حاله انت بتدفع كل شويه مهر باغنيه، انا عارف. يعني تعتبر ده مهر يعني جديد ربنا يسعدكم يعني دايما، ربنا يسعدكم دايما. والله ومتشكر انك زعت جزء منها، لانه يعني انا عارف انه مش مطلوب يحصل كده، بس كتر الف خير. لا طبعاً. طبعا انا بس عايز اطمن منك كمان على الحلو. انا عارف ان انت زرته وتواصلت معاه فنان الكبير محمد الحلو يعني. رحت له المستشفى اليوم اللي كان مستشفى عين شمس التخصصي، اليوم اللي كان خارج فيه. رحت له قبل ما يخرج يمكن بساعتين، من ساعتين ونص. ومحمد الحلو طبعا لانه حلو جدا، محمد الحلو ده من اخف دم الناس اللي في الدنيا يعني. مش هقول بقى الفنانين والمطربين، لا هو يعني بني ادم مختلف خالص. قلبه نظيف جدا جدا، حلو قوي بجد، عمره ما جاب سيره حد بشكل وحش ابدا، الا لو كان انسان وحش. دي لانه حقيقي ودغري محمد الحلو، ترماي ماشي على قضيبين، ويعني ممكن يعمل حوادث يعني، بس يعني بصدقه. وراجل طبعا عارف ان هو فنان كبير، عارف ان هو مطرب كبير. انا دايما اقول مطرب المطربين محمد الحلو. فلانه عارف انه كبير فما بيغيرش يعني، ما عندوش الحته دي. محمد صاحبي كمان من واحنا يمكن عندنا 19 سنه ولا حاجه، اتقابلنا في امتحان زمان قوي واحنا طلبه، هو في معهد موسيقى وانا في فنون جميله. اتقابلنا في امتحان كان معمول عشان اختيار مطربين لفرقه التخت العربي للموسيقى العربيه، وسمعني وسمعته وحبيت صوته جدا، فاصريت ان انا صاحبه. وبعدين لما دخلت امتحن وهو قاعد بره مستني النتيجه، فسمع صوتي، حصلت له نفس النتيجه يعني، نفس الاحساس حصل له، وفضلنا اصدقاء لغايه دلوقتي. وعملنا حفله مثلا من 15 سنه ولا حاجه، انا وهو بنغني اغاني بعض يعني، هو يغني اغنيه وانت تغني اغنيته. حفله غريبه جدا، معرفش مختفيه من التلفزيون مش لاقيينها. ثم قريب عملنا في برنامج سهرانين، عملنا حلقه حلوه قوي انا وهو. صحيح. مع امير. مع امير كراره، وكانت يعني حلقه جميله يعني، نفسي ان هو يعيدها يعني، ان هم يعيدوها. ساعه ما رحت له
دخلوني الممرضين يعني او بتوع الامن دخلوني من الريسبشن، يعني هو واخد جناح، دخلوني من الحته اللي فيها يعني الضيوف، راح خارج لي ما رضيش يستنى لما انا ادخل له في الاوضه اللي هو نايم في السرير وكده، خرج لي عشان يوريني انه بيمشي كويس شورت وبتاع وبيوريني رجلي. ده اول في طبعا الاول ان هو بيوريني الكوارع يعني زي ما بيقول. اقول لك انا تمام يعني انا تمام وكده، وقعد طبعا طول الوقت يحكي للثلاثه اربعه اللي كانوا قاعدين هم مرافقين لي، يعني قاعد يحكي لهم ذكرياتنا مع بعض انا وهو والمصايب السوداء، يعني طبعا حاجات انا ما اقدرش احكيها على الهواء كده. خليها للمذكرات بقى، خليها للمذكرات. او نخليه طب انا برضو كنت بطمن الساده اللي انا خارج بعدك، يعني يعني بعد وانا ماشي قال لي ده خلاص يعني بعدك على طول حتى مشيت يعني. الحمد لله. انا برضو كنت بطمن الساده المشاهدين على الفنان الكبير محمد ثروت. النهارده كان عامل يعني عمليه دعامات، يعني ركب دعامات في القلب برضو. ف عايز اطمنهم. وخلينا طب خلينا نسمع كمان يعني احنا هيبقى معانا احمد يطمنا واحنا مع بعض على الهوا. انت عندك حفله قريب، انا عاوز برضو اقول لمحبيك انت عندك حفله قريب، حفله في حفله في المنارة كمان. حفله كبيره ان شاء الله يوم السبت 2/7 الشهر الجاي، خلاص قربت يعني كمان 6-7 ايام يعني. فربنا انا كمان صديقنا حسين عثمان بعت لي الخبر بتاع محمد ثروت، فرحت مكلم احمد ابنه. واحمد ابنه صوت جميل لسه يا دوب منزل قريب، معنا كان معانا الاسبوع اللي فات صحيح. ايوه نزلت الاغنيه الجديده بتاعته، فكلمته طبعا قلت له طمني على بابا لانه ما كنتش متوقع انه ثروت هيرد يعني. فقال لي هو في الافاقه دلوقتي، الكلام ده من شويه يعني دلوقتي، ويعني العمليه الحمد لله نجحت وكده الحمد لله. شريان ما كان مسدود او حاجه كده بتعمل دعامه يعني. طب احنا معانا، طب خليك معايا، انا معايا الفنان احمد ثروت. الحمد لله على السلامه يا احمد. الاول انا عرفت ان عندك كورونا. الله يسلم حضرتك. عندك كورونا وعازل نفسك، ما يعني الف سلامه ليك. النهارده ما كنتش عارف حتى اكون متواجد مع الوالد، بس الحمد لله يعني، وبشكرك على الاهتمام. لا طبعا يا حبيبي، طبعا وهو هو الوقت تمام الحمد لله، الامور ماشيه كويس يعني. الحمد لله خرج هو، وكان كانت ذبحه شريان انسداد كامل في شريان رئيسي. والحمد لله رب تمت العمليه وهنستكمل رحله العلاج ان شاء الله. بس هو الحمد لله يعني، كان احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات كان كويس، ده فجاه لا انت عارف الحاله دي يعني، دي حاجه هي حصلت. هو بابا رياضي وانت عارف هو مهتم جدا وكده، فبنحمد ربنا يعني. الحمد لله الحمد لله. لانه هو بابا مكلمني من انا معانا الفنان علي الحجار كمان يا احمد. طبعا لا ده عمي يعني، احنا كنا بنتواصل كلنا في خلال 48 ساعه اللي فاتوا دي، بابا وانكل علي اكتر من مره يعني. لسه محمد ثروت مكلمني يطمن على الحلم. الحمد لله، ربنا يطمننا يعني عليكم جميعا ان شاء الله. لا احنا اسره والله يا انكل يعني طبعًا. ربنا يخليكم وميرسي لاهتمامكم بالتفكير. طبعا بشكرك. السلام عليك انت كمان. الله بشكرك يا ابو حميد، بشكرك يا ابو حميد. طب انت بقى علي، انت بعد الحفله بقى تبقى معانا هنا؟ يا سلام، ده شرف كبير. والله لا تبقى معانا يعني، انت عارف احنا كده ايه، بص في اخر النهار بنتبارك بيك. الله يخليك. ماشي الله. يعني شرف كبير طبعا. فانا اهو بوعد جمهورك انك تكون معانا ان شاء الله بعد الحفله لتكلل بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. بس المره دي بقى هجيب معايا عازف بيانو عبقري. زي الفل. خلاص نرتب ده معاك حتى حاجه جديده يعني. ده راجل من اشهر عازفي البيانو في الجاز في العالم كله على فكره. لا نرتب ده ونبقى داخلين الحلقه من بابها زي ما بيقول. خلاص ان شاء الله. والف مبروك على الاغنيه الجديده وبالتوفيق في الحفله الجايه ان شاء الله. بشكرك جدا الفنان الكبير علي الحجار. اخر حاجه بس عايز انوه، لانه عندنا النهارده فقرتين، فقره مهمه جدا بعد الفاصل مع يعني العالم الكبير والفقيه، وكلمه فقيه تناسبه تماما، الدكتور محمد سالم ابو عاصي. عايز انوه بس على حاجه، انتوا تابعتوا كلكم قصة الطفلة رؤية اللي بتعاني من ضمور عضلي شوكي، وكانت محتاجة 40 مليون جنيه عشان الحقنة بتاعتها. والحقيقة انا بشكر الاول زمايلي في جريدة الوطن اللي هم يعني الحقيقة اول من نشروا قصة رؤية، واول من
دعوا لي التبرع لي لرؤية زميلي العزيز الصحفي الأستاذ محمد أسامة يعني. فأنا بشكر جدا جريدة الوطن لأنها بدرت بده والناس في مصر دعمت ده. أنا هنا بتوقف إيه؟ كل شوية أقول لك المصريين جرى لهم إيه وإحنا بقينا ليه وحشين كده؟ طب ما تيجي نتوقف عند المشاهد دي، المشهد اللي المصريين بيقولوا فيه لأ إحنا موجودين، إحنا كويسين، إحنا الخير فينا ونقدر نبقى في ظهر بعض. تم جمع 40 مليون وفي فاض فلوس، فأهل رؤية قالوا إحنا أقرب حالة ممكن نتبرع بيها في نفس يعني المرض ده. ولفت انتباهي الحقيقة موقف أنا مش مستغربه على يعني الفنانة الكبيرة والصديقة العزيزة وفاء عامر اللي هي بنت بلد جدعة يعني. يعني وفاء عامر كانت واخدة الموضوع كده على كتفها، واللي هو إيه الحقنة هتيجي يعني الحقنة هتيجي. معايا الفنانة الكبيرة وفاء عامر، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير ومساء الخير على كل السادة الطيبين المشاهدين العظمة، جمهورك في الوطن العربي كله، لأن مش بس المصريين اللي تكاتفوا لإحياء نفس بشرية، جمهور كبير جدا من الطيبين في الوطن العربي. يعني أنا الموضوع بدأ معاك إزاي وفاء؟ الموضوع بدأ معايا من 3 أيام. لقيت تليفون جايلي من جريدة الوطن الموقرة المحترمة. قالوا لي كانت الساعة 11 الظهر تقريبا، انا ما بقومش قبل الساعة 1 بالصدفة، كنت سايبة التليفون فقالوا لي انت متابعة حالة الطفلة رقية؟ قلت لهم ايوه. قالوا لي طيب هل عندك استعداد النهارده نيجي نصور مع حضرتك لايف علشان الرقم واقف وعايزين نشتغل شوية زيادة علشان البنت تلحق تعمل العملية قبل ما يبقى سنها 2 لان جسمها مش هيستقبل. فقلت لهم طب وانا يعني انا تفتكروا انا ممكن اعمل حاجه؟ قالوا لي يعني محاوله. قلت له طب اعمل اللي عليا. فصحيت من النوم قلت لهم الاول انا عايزه اشوف الورق عشان انا ما ينفعش اطلع لايف واقول الناس وتبرعوا ومش في التلفزيون وعلى منصات التواصل الاجتماعي من غير ببقى متاكده ان تبع وزاره الصحه ووزاره التضامن وكمان اشراف رئاسه الجمهوريه. فجابوا لي الورق فعلا اللي هبعت لحضرتك نسخه منه دلوقتي حالا، وتاكدت انه عليه شعار الدوله وان كلنا المفروض نقف جنب البنت دي، وعرفت ان حالتها عباره عن ضمور في ضمور عضلي شوكي. بيؤدي يعني لحاجات وحشه قوي بعد كده، ونفس بشريه بنساعدها يمكن تكون في يوم من الايام نفع للوطن. صحيح. فالناس جم الساعه 3 ابتدينا فتحنا اللايف على 4 منصات، وكان الحقيقه كان بادي حسين كمان مذيع هو ويوتيوبر ومعاه القيصر ومعاه كم حد من العيال الشباب اللي بشكرهم جدا. كانوا وقتها جمعوا حوالي 23 مليون وشويه. فكان انا قلت يعني لو اخذنا 4 5 ايام اسبوع عشان نجمع بقيه الرقم ده هيبقى عظيم. اتفاجئنا ان احنا في 17 ساعه بعد انضمامي لهم الحمد لله جمعنا اكثر من 45 مليون جنيه. الحمد لله. الحمد لله. يعني ما هو عشان انت بصي يا وفاء انت جدعه طول عمرك والمصريين بيقدروا الجدعان. ايوه انا زي كتير مصريين وعرب. صحيح. احنا كلنا شكل بعض. هتلاقيك لما هتقدر على حاجه هتعملها، وكتير قوي من الناس احسن مني فيها هنلاقي وزمايلي، وفي ناس كتير قوي كويسه. بس انا بقول ان انا عندي مقترح. اتفضلي حضرتك زي ما هدخل في كذا مداخله في البرامج وهقدمه برضه نفس. اتفضلي. دلوقتي احنا لازلنا صندوق لعلاج الحالات الحرجه. ده طبعا دكتوره ناجيه المعالجه طبعا بعد ما شرحت لي الموضوع بتاع طفله رقيه، فاحنا لازمنا صندوق لعلاج الحالات الحرجه، ولازمنا كمان ان احنا يبقى عندنا الاجهزه المساعده اللي بعد الحقنه، لان ده مش موجود مش متوفر. وضروره جدا ملحه ان لازم يبقى تابع لصندوق تحيا مصر. وليه تابع لصندوق تحيا مصر؟ عشان صندوق تحيا مصر معافى من الضرائب. تمام. بمعنى ان مفيش حد بيدفع 100 جنيه وبتبقى 100 جنيه الا قرش ثاني. فانا اتمنى طبعا ان انا معاكي في الاقتراح ده ونتبناه معاكي كمان. ارجوك يا استاذ محمد واكتبه عندك في الجريده. لا معاكي طبعا.
طبعا. وانا بشكر كل القائمين على المساله الحاجة. طبعا وانا بشكرك جدا جدا انا جداً. اللي بشكر حضرتك وبشكر كل المشاركين. شكرا يا فندم. شكرا فنانه وفاء عامر. وبتقترح ده اقتراح انه يبقى في صندوق دائم ليه مثل هذه الحالات ناس تتبرع فيه باستمرار بحيث لما حاله تظهر تكون الفلوس جاهزه. بشكرها تاني وبشكر طبعا زملاء في جريده الوطن. الحقيقه دور مهم جدا بتقوم به الصحافه. خلونا نطلع فاصل واعود لحضراتكم بالعالم الكبير والفقيه الدكتور محمد سالم ابو عاصي للاجابه على اسئله كثيره دارت خلال الاسابيع الماضيه، في القلب منها العلاقه بين المراه والدين، المراه والاسلام، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بيزداد الجدل احيانا حوالين موضوعات وكل طرف بيدلي برأيه، والحقيقة احنا بنفتقد طول الوقت مش الرأي العاقل ولكن بنفتقد الرأي المستند إلى البحث والدراسة. للأسف الشديد بيتصدر الصورة أو بيعتلي المسرح لهم الذين يجيدون الشو زي ما بيقولوا أو العرض يعني. والحقيقة الجمهور كمان بيتحمل مسؤولية جزء كبير جدا من ظهور، مش عايز أقول دعاة ولكن هقول إيه، نشطاء دعوة إذا جاز التعبير. يعني زي نشطاء الفيسبوك كده، احنا بقى عندنا نشطاء دعوة، يطلع الواحد يقول فتوى، يطلع الواحد يقول رأي، وقاعدين الدنيا تقوم ومحدش يبقى فاهم الأصل إيه. الدين الحقيقي بيقول إيه؟ الفهم الحقيقي للدين يقدر يقول لنا إيه في هذا الموضوع؟ الأسبوع اللي فات بعد وفاة الطالبة، مقتل الطالبة نيرة أشرف، بدل ما الناس كانت تناقش هو إيه اللي حاصل في المجتمع، بدأنا نقول هي ماتت محجبة ولا مش محجبة، وهي كويسة وهي محجبة ولا مش كويسة وهي محجبة. وطفى على السطح شخصيات الحقيقة أنا أتمنى أنهم يلتزموا الصمت. في هذا البرنامج وعبر حلقات متعددة كنا فتحنا نقاش مع العالم الكبير والفقيه المجدد الدكتور محمد سالم أبو عاصي عن وضعية المرأة في الإسلام وحقيقة هذه الوضعية. دكتور سالم برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ودايما أنا بلجأ لك في الحاجات اللي زي دي لأنه يعني أنت عارف إيه، كما قال لك إن البقرة تشابه علينا، فبنيجي نفصل في هذا الموضوع. الأول الجدل اللي دار بعد مقتل الطالبة نيرة أشرف في قدام جامعة المنصورة، شفت الجدل ده إزاي؟ طيب خليني في البداية أخد طرف الحديث من حضرتك. اتفضل. يعني 5 دقايق بس عاوز أتكلم في قضية مهمة جدا. دايما أنا بقول من خلال البرنامج إن في فرق كبير جدا بين العلم وبين الفقه وبين الوعظ. حدث عندنا خلط كبير جدا بين العلم والفقه والوعظ. كل الناس الآن، في طيار في مصر قعد 40 سنة يرفع صوته ويشدد على الناس، ففهم الناس إن كل اللي يخطب وكل اللي يعتلي المنبر وكل اللي يجي في برنامج وكل كذا أصبح عالما وأصبح فقيها، والتاني اغتر في نفسه وابتدى بما أن الناس بتسمعه وليه جماهيرية وليه شعبية بدأ يغوص في الوعظ ويفاهم الناس أنه أهل للفتوى وأهل للعلم وأهل للدين. دعني أعود بالذاكرة ل30 سنة ورا. كان لنا أستاذ مفكر كبير جدا في جامعة الأزهر، أستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي. أيوة. له كتاب أنا درسته وأنا طالب في الدراسات العليا معاه، اسمه قانون الفكر الإسلامي. في هذا الكتاب بيتكلم عن 10 أصناف من الدعاة. 10 ناس متصدرين للدعوة. 10 أصناف. 10 أصناف. فمثلا بيقول المتحدثون في الدين الكثير منهم لا منهج له. ولم يلتزموا بأصول معينة، بل ربما لم يعرفوا الأصول أصلا. بيفتي فتاوى دون أن يعود إلى الجذور وإلى القواعد وإلى المصلحة وإلى المفسدة إلى آخره. بقول فواحد غزارة علمية في إكسار من ذكر أقوال السابقين. يقول لك فلان عنعنات. فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال إلى آخره. وسان يقف جامدا عند الحروف والألفاظ وربما لا يفقه ما يردده.
ماسك النص كده بظاهره وكذا، النبي قال كذا، الآية بتقول كذا، دون أن يغوص في الأسرار والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية. بالتالي. وثالث، يغلب على أسلوبه الوعظ وإن تحدث في قضايا عقلية. قضية تبقى قضية عقلية منطقية، هو شغال وعظ وصوت مرتفع إلى آخره. ورابع، كل همه جمع المال ولو خربت الشريعة. وخامس، ده مهم ده، وده الواقع يعني اللي هو ايه، لا يهمه سوى جمع المال حتى لو خربت الشريعة، بس ولو خرب المجتمع وخرب الوطن وكذا، هو المهم المال وكذا وإلى آخره. وخامس، يتحدث في غير تخصصه، يتناقض مع نفسه فينكر العقل مرة ويحتكم إليه أخرى، مفيش ضابط عنده. وسادس، لا يعجبه إلا الغرائب ويزعم أنه أتى بجديد. يقعد يقول لك قصص وحواديت غريبة ومعرفش مين مات وحية ماتت وصلوا عليها صلاة الجنازة، وحكايات وروايات في القنوات بتتقال والناس مفيش حية إيه اللي صلوا عليها صلاة الجنازة دي؟ يعني من القصص، يعني من القصص الآن. ده في واحد امبارح قاعد بيقول لك نهر مش عارف إيه وطالع منه يأجوج ومأجوج وحاجات كده وهكذا يعني. أي. وسابع، يرى الإسلام مظهرية لا غير، يدخل على العوام بما وافق عواطفهم. مظهريا ان المهم الجلباب قصير واللحيه الكسه الطويله والكحل في العينين والتزام، هو ده الاسلام اللي بيتصرف. وذلك تجد انت اي شاب من اتباع هذا الفكر لما يجي ينقضك او ينقضني او ينقضني انا بالذات يقول لك فين لحيتك؟ بس هو ده اهم حاجه. فين الجلباب القصير؟ ده ثوبه طويل، ده مش مربي دقنه، لانه فهم الاسلام في جوهره انه مظهر. اهم حاجه المظهر في الاسلام. وثامن، قضى حياته في الانشغال بما لا يفيد. وتاسع، سلبي، مهمته للاسف الشريعه ضاعت، الاحكام ضاعت، الدنيا خربت، البنات تبرجت، المجتمع انحرف، وهكذا عمال سلبي يصدر امور للناس ويلتف العوام حوله. وعاشر، لا يعرف أصول الإسلام ومع ذلك يخوض في أدق قضاياه. حضرتك هذا الرجل رحمه الله الدكتور القيعي كأنه يتحدث إلينا الآن، هو بيوصف المشهد، بيوصف المشهد. وتصور يا دكتور أن المشهد ده بيوصفه من 30 سنة. كان فيه أيضا في تدهور كمان، ما بالك دلوقتي إحنا في الوقت اللي إحنا فيه. ولذلك أنا مش عايز أطيل، لكن كثير جدا من المتحدثين عن الإسلام في الإعلام بيضروا الإسلام وبيضروا المجتمع وبيضروا الناس والناس تايهة، بيضروا الإعلام والله. يعني نيجي بقى للمشهد اللي أنا شفته. حضرتك تذكر ويذكر السادة المشاهدين من فترة طويلة مع حضرتك هنا، قلت في تراثنا وفي تراث السابقين شاعت قضية ان المرأة اصل كل خطيئة. تعال نزل الواد قتل، هي لابسة كذا، وهي عاملة شعر كذا، وهي لابسة محزق، فهي اصل الخطيئة. هو ده نفس الكلام، ده استجابة لتراث بس مخزون. مخزون. مخزون ان المرأة شر كلها. المرأة فتنة. المرأة حبائل الشيطان. المرأة أصل الخطيئة. المرأة منكر في الكون، أكثر أهل النار، أكثر أهل النار. فكل دوت المخزون ده الفكري في الدماغ فبيستحضر نفسه، لأن أنت عايش جواه. أنت عايش فيه، ما بتخرجش عن هذا القالب وأنت تفكر. ولذلك أنا دائما أقول إنه العالم في الدين ما يكفيش الفقه فقط. لازم الفقه، ولازم علوم مجتمعة جدا مع الفقه، يعني لازم علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة والمنطق والحضارة والتاريخ. يعني لازم انت بتتكلم في الفقه تكون مستحضر التاريخ. هل القضايا التي تتكلم فيها الآن فقهيا، هل دي قضايا تاريخية قديمة ولا هي قضايا مستجدة؟ ما يلائم القرن الخمستاشر لا يلائم القرن العشرين، وهكذا. فهو المخزون اللي موجود في بعض كتب التراث إن المرأة أصل كل خطيئة، من ثم سبنا الولد اللي ارتكب الجريمة النكراء ولبسنا البنت الشهيدة الله يرحمها وبنعزي أبويها، ورحنا ملبسينها الجريمة، أنت اللي خارجة بشعرك، أنت اللي عملتي، أنت كذا إلى آخره. الأول أنت حضرتك استخدمت تعبير الشهيدة. طبعا. مش قتلت ظلما وعدوانا وغدرا طبعا. مفيش كلام. فدي نقطة
الامر اللي انا شفته بقى في القضيه انه احنا عالجنا القضيه في خطوره شديده جدا. يعني انا خايف جدا، انا خايف جدا، لانه الان اعطينا سلاح مبرر للشباب. كل بنت ما تجيش على هواك، كل بنت ما تلبيش رغبتك، كل بنت ترفضك وانت متعلق بيها، يلا روح اقتلها، ولك عذر عند الله، لك مسوّر. ده خطر، ده خطر كبير جدا. ده خطر، وبعدين ده خطر في الاسلام، لانك انت بتنفي المسؤوليه الشخصيه. الاسلام القران يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. كل إنسان في الإسلام وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. كل إنسان مسؤول عن تصرفاته، كل إنسان مسؤول عن أفعاله في الشريعة الإسلامية. فأنت المسؤولية قاصرة عليك، فيجي تقول لي لا أصلي أنت تلبسي. وبعدين أنا ما أجي أعبر عن حكم من أحكام الإسلام مذكور في القرآن وراء أو لا تخرجي زي الأفة، تخرج زي الأفة. احنا هنيجي لحكاية الأفة دي، لأنه ده أمر ضروري. لكن أنا عايز نحط بقى مسألة الحجاب دي، مش عايز أقول قول فصل أو نهائي، لأنه في ناس بتبقى شايفة أنه أصول الحجاب ده تقريبا بيعتبروه ركن من أركان الإسلام أو أصل من أصول الإسلام، وأنه في حين أراء أخرى ترى غير ذلك. لو وضعنا بين قوسين مسألة الحجاب دي، وهل الحجاب ده يشير إلى عفة المرأة أو يشير إلى تقوى المرأة أو يشير يعني إلى أنه هذه المرأة ملتزمة؟ كل هذه أيضا من الشعارات، من الشعارات. بمعنى ما فيش ارتباط بين خلق المرأة وبين عفة المرأة وبين الحجاب. قد تكون البنت متبرجة عادية جدا، لكن متربية وعفيفة وبتحافظ على شرفها وملتزمة بهذه الحدود. وقد، أنا بقول وقد تكون متحجبة وليست محافظة على العرض وكذا إلى آخره. المقود الذي يقود الحياة في عالم النساء التربية والأخلاق، مش المقود الذي يقود الحياة الحجاب. الحجاب مظهر يستر البدن الذي أمر الله بستره. لكن أنت لما دي تبحث، هل هتبحث في الشكل فقط دون الجوهر، ولا انت تعتني بالجوهر ومن ثم ينتج عن الجوهر الشكل؟ صحيح الاثنين. وبعدين انا اخذا من كلامك انه ازاي ان احنا نبتدي نتكلم على البنت التي ختلت غدرا، نتكلم عنها محجبه او غير محجبه؟ من الذي قال بان المعاصي تبعد العبد عن الله؟ من الذي قال؟ استنى، الجمله دي مهمه، يعني انه من الذي قال ان المعاصي تبعد العبد عن الله؟ المعاصي لا تحجب الانسان عن الله، لانه ما فيش انسان على وجه الارض ما عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يخطئ او لا يذنب. فالمعاصي ما تحجبكش عن باب الله سبحانه وتعالى. مش في ايدك القرار انك تقول كل واحده مش متحجبه تدخل النار. مش ليس في ايد احد. نحن جميعا نعلم أن امرأة بغي اشتغلت بالبغي بالزنا، في حديث في البخاري سقط كلبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول شكر الله صانعها إن هي سقط كلب. فالقضية، قضية الحساب وقضية الآخرة، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يجعل هذا في يد أحد من الناس. صحيح صحيح. إنما هذا في يد الله. الله يفصل يوم القيامة. أنت ما تنظرش إلى أنه هذه مش محجبة فهي داخلة النار، وأن هذه حتى أنت عارف في تراث الإمام أبو حنيفة أنه كان في واحد جاره اعتاد السكر، يعني نعم، وبعدين لما مات فزوجة هذا الرجل ذهبت للإمام أبو حنيفة تطلب أنه يصلي عليه. لا ما صليش عليه، ده راجل سكري. فنام الإمام أبو حنيفة في الليلة دي، فلقى ان هذا الرجل يتجول يعني في طرقات الجنه، وبيقول لكل واحد يقابله قولوا لابي حنيفه الحمد لله انه لم يضع مفاتيح الجنه في يدي. فراح الامام ابو حنيفه يدور يشوف الحكايه، فقالوا له الراجل ده كان بيجي كل يوم جمعه الولاد اللي هم اليتامى اللي في المكان يلمهم وياكلهم، ويعني ايه يقول له كل واحد فيهم ايه ادعي لعمك يمكن دعوه من عندك تنقذه. فقال ابو حنيفه وقتها مصداقا لكلام حضرتك يعني انه فعلا الحمد لله انه ما جعلش مفاتيح الجنه في ايد ابو حنيفه ولا غيره. انا اقول لك حديث في البخاري قدسي عجيب. ربنا يقول اذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي،
فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي قد غفرت لك. أذنب ثانية فقال رب اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي قد غفرت لك. أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، لاحظ بقى، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. تماما في الثالثة اعمل ما شئت قد غفرت لك، يعني كلما أذنب الإنسان يعود إلى الله سبحانه. إحنا ليه مصور لين الناس إن هي نار أبدية وإنه عذاب أبدي وإن الناس دخل الجحيم؟ وإن فين رحمة ربنا؟ لماذا لا نستوسع رحمة الله سبحانه وتعالى التي يقول عنها ورحمتي وسعت كل شيء؟ طب لو سألت حضرتك إنه ليه الحجاب تحديدا محل هذا الخلاف وهذا النقاش؟ يعني أنا بتعامل إنه تقريبا بعد لما بدأت اللي هو موجة الصحوة، ما سمي بالصحوة الإسلامية، وجات التيارات الدينية المتلحفة بالإسلام، بدأوا يعملوا رموز، فهم خدوا من الحجاب رمز. أنا بعتبر أنه الحجاب رمز سياسي أكتر منه رمز دين. يعني هذه الجماعات لعبت على هذا الوتر كثيرا مع الشعب المصري. أنا هجاوب على سؤال حضرتك وأرجو أن المشاهدين ما يعملوش علي ضجة، أنا بجاوب على سؤالك وبطرح السبب. تمام. أنا مش بتكلم الآن في الحكم. تمام. إنه القضية إنه بعض العلماء بحث إنه قضية الحجاب دي قضية ثقافية اجتماعية عرفية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفي مجتمع في ثقافة ومجتمع في أعراف، هل لما أقر هذه الأعراف أقرها على أنها جزء من الدين، ولا أقرها على أنها أعراف اجتماعية وثقافية وحضرية موجودة وليست جزءا من الدين؟ أقرها لأنها مرتبطة بالمجتمع. ده خلاف. يعني أنا قصدي أقول إيه؟ قصدي أقول لما تبحث في القضية تبحث في القضية من هذا المنطلق، من المدخل ده، من هذا المدخل، لأنه تفرق إن هي جزء من الدين ولا هي قضية عرفية اجتماعية كذا كذا. طبعا فقهاء الشريعة الإسلامية يقولون هي الحجاب جزء من الدين، فرض من الدين وجزء من الدين، والمرأة مأمورة بأنها، لكن مش هي الفريضة الأعلى في الإسلام. يعني مش هي شعيرة الإسلام. لا، أنا لو عملت تقريب بقى مسألة الحجاب دي في المجتمع فيما يتعلق بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام له، هو أقرها كشكل ثقافي كعرف اجتماعي؟ لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. انا ببحث في الجزء في الاجابه عن السؤال. انما جه القران الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني ادم في الايه الاخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وان المراه تغطي صدرها وكذا الى اخره. فجاء نص في القران الكريم على فرضيه الحجاب. لكن انت بتسالني عن ايه سبب الخلاف. سبب الخلاف ان البعض نظر إنه الإسلام جاء فأقر وضعا اجتماعيا كان موجودا آنذاك. طيب يا جماعة أنتوا بتقولوا كده ده مش جزء من الدين؟ قالوا بس لا، هو الوضع الاجتماعي إنه كان الحجاب مضروبا على الإماء لتمييزهم، يعني اللي هو إنه يعني لا ترتدي الحجاب عشان يتم تمييزها. نعم، هي نعم. من الجواري. أنا كل ده اللي بحكيه لحضرتك الموجود في الجواب. والبعض قال لا، انه القرآن نزل ففرض قضية الحجاب. انا الان بجاوب على السؤال سبب الخلاف ايه. مش بتكلم على فرضية الحجاب. على فرضية الحجاب سبب الخلاف ايه؟ فالقضية انه يعني القضايا عايزة تبحث بحث اذا كنت حضرتك في الاول ما يكفيش الفقه فقط. انت عاوز تبحث في قضايا احنا لو قلناها الان الناس هتستغرب استغراب شديد جدا. القضايا كلها عايزة تبحث. يعني هو الفرق بين الرجل والمرأة لما تيجي تتكلم في فقه المرأة او في فقه الاحكام الشرعية، هو الفرق ديني ولا هو الفرق اجتماعي عرفي ولا الفرق طبيعي خلقي نوعي؟ يعني هو ربنا خلق ده كذا نوع وده كذا فرق. وهل هو الاصل انك انت الاعتناء في الشريعة الاصل بانه في ذكر وانثى، ولا الاصل اسره مرتبطه؟ ما فيش حاجه اسمها انك انت ده ذكر فله خصائص ذكوريه وده انثى فلها خصائص انثويه. ما فيش كده. الاسلام في اسره بتتكون بتتعاون من رجل وامراه،
ما فيش حاجة اسمها ده مسؤول ودي مش مسؤولة ولا هي مسؤولة وهو مش مسؤول. يعني فقه الذكورية ده أو فقه كل واحد بيفسر وبيتكلم في الأحكام بمنطلق ثقافته هو. الثقافة إذا كانت ذكورية في بعض البلاد عندنا، إذا كانت ثقافة ذكورية المرأة دي لا قيمة لها. طب هو هو هنا ده ممكن يبقى مدخل مناسب ليه مسألة الأفة بقى، لأنه مدخل الحديث يعني يبدو أنه الداعية أو المتحدث أو إلى آخره، وإحنا بنتكلم تحديدا عن الدكتور مبروك عطية، لأنه كما يقولون يعني هو رجل يتعمد أن يملأ الدنيا ويشغل الناس طول الوقت بغرائب بآراء مختلفة. هنا ثقافة المتحدث أو ثقافة الفقيه أشعر أحيانا أنه هو في تريف للآراء من الريف، أهلنا في الريف، إحنا ريفيين يعني. لكن أنت كيف ترى ده؟ هل إحنا قدام تغليب ذكوري على الخطاب الديني؟ يعني المدخل ليه ذكوري، وده اللي بيخلي فيه يعني ما تتعرض ليه المرأة بقى من إهانات أو من انتقاص من قدرها أو جور على حقها. طبعا الدكتور مبروك عطية زميل في الجامعة وله كل احترام وتقدير، أنا لا أتحدث عنه بصفة لا بصفة. ليه كل الاحترام والتقدير؟ نعم. خالص يعني برضو ليكون معلوم للجميع، نحن هنا لا نتناول شخص، هو الدكتور مبروك عطية له كل التقدير والاحترام، والكلام لكن بنناقش ما قاله، والكلام اللي أنا عايز أقوله الآن ليس له به علاقة. تمام. بعض المتحدثين عن الإسلام في القنوات الإعلامية لا يفقهون ثقافة العصر ولا يفقهون حضارة العصر، ومن ثم بنتكلم بالطريقة زي ما قال الدكتور القيعي، المهم أنك أنت تدخل على العوام وتلبي ما يطلبه هناك مشايخ، اسمح لي في اللفظ، يعني بيفعلوا ما يطلبه المستمعون. إذا راح دعاة ما يطلبه المستمعون. المجتمع عاوز انه نتكلم في كذا ونشدد في كذا فنتكلم كذا، ونطلع حماة الشريعة واحنا الشريعة واحنا الشريعة، فيقول لك هذا الرجل مجاهد بيدافع عن الدين وبيقاتل من اجل الدين، اذا انت قلت فكر مستنير بتاع ده منحل والاعلام ضحك عليه و الى اخره. ما عندناش موازين علميه، لان الثقافه الحقيقيه العلميه كما قلت لحضرتك هي ضاعت من الناس. فاحنا فاقدين بعض المتحدثين فاقد لغه العصر، مش عارف يتكلم باللغه التي تناسب العصر الذي نعيش فيه. كثير من المتحدثين ما عندوش قراءة واعية لمقاصد الشرع، ما عندوش قراءة واعية لنظرية المصلحة في الشريعة الإسلامية، ما عندوش قراءة واعية لنظرية المفاسد في الشريعة الإسلامية، ما عندوش قراءة واعية للأمن القومي في البلد، ما عندوش قراءة واعية للخطورة التي تأتي من وراء هذا الكلام في الأضرار التي تضر بالاقتصاد في البلد، تضر بالسياسة في البلد، تضر بمصلحة البلد، وما عندوش كل ده. هو عنده أنه بيروح يقرأ كتاب يقول له موضوع كذا، فروح يقرأ أي كتاب أي كلمتين، وبعضهم لا يقرأ الآن، ده بعضهم بيفتح الموبايل ويفتح جوجل ويشوف أول كلام هيطلع له إيه ويبتدي يقوله. ولذلك أنا دايما أقول أنا أتحدى واحد يتكلم على مدة سنة، وانك لابد تجد كلامه متناقض يقول في الحلقه دي غير يقول في الحلقه دي. السبب ايه؟ السبب انه ما فيش الاصول والجذور اللي في موجه عليه. وفي موجه الراي العام، يعني هو الرأي العام. الناس راحه فين؟ ده ممكن في نفس الحاله يقول راي فيلاقي الناس لم تتقبله فيقلب. والامر الثاني اللي اتقال انه الان شغلنا الناس بقضايا بعيدا عن تعليم الاحكام. قوم الفجر قول مش عارف ايه هتدخل الجنة، قوم مش عارف قول ايه بالليل هتعمل ايه، هقول لك على سر وعلى كذا، وده ناس كتير مشغولة بيه ودون ان تتعلم الناس احكام الفقه. ايوه، في ان هو انا هقول لك على حاجة تعملها تاخد مليون حسنة في دقيقة بالظبط. فاحنا معلم، انت شايف ان ده تغييب؟ طبعا احنا الان بننتقل بالحاضر الى قوالب الماضي. احنا بنرجع لورا. ولذلك انا بقول من منبرك هذا، قضية تجديد الخطاب الديني لم تتقدم ولم يحدث فيها شيء، بل هناك
إسلام سياسي في الجماعات المتطرفة والإخوانية وكذا، أنا بسميها الإسلام السياسي والتلاعب بالدين. هناك مشايخ نصف العصا، هناك مشايخ يتلاعبون بالدين. كما قلت لك، هو ما يهموش الشريعة تقرب، الوطن يقرب، هو المهم أنه يبقى عليه جمهور وراء ملايين ويحقق مكاسب، ويحقق مكاسب. وإلا الفقيه اللي يراعي مصلحة الوطن ويراعي أحكام ربنا لابد عندما يتكلم أن يزن الأمور، وكيف هذا يقال إمتى وما يقالش إمتى. ولذلك كل الفقهاء قالوا تتغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. الكلام ده من آلاف السنين، هل إحنا بنطبقه الآن؟ لا هل طبعا. بنراعي ظروف الناس؟ هل بنراعي الأحوال؟ هل بنراعي التغير؟ البيئة المكانية لها تأثير في الفتوى، البيئة الزمنية لها تأثير في الفتوى، البيئة العلمية لها تأثير في الفتوى. تغير يعني قد تفتي بشيء ثم يتبين لك العلم، يبين لك فيما بعد أن ما أفتيت به يتعارض مع العلم وأنت كنت فاهم غلط. لابد أن تقول أنا يعني جامع. طب أنا عندي تفضل يا فندم، أسف لا أنا جامع أكتر من 10 أسباب أو 11 سبب أكتر مما قاله الأقدمون يجعل الفتوى تتغير من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان. الشريعة نزلت لمراعاة مصلحة الإنسان. طب انت حضرتك بتقول 10 أسباب، طب يعني أهم هذه الأسباب احنا قدامنا، ما هو اللي أنا قلت أهم الأسباب تغير البيئة الزمنية. طب في قضية كمان خطيرة محتاجة بحث، فضل. الأحاديث، ودي الحقيقة اللي أشار ليها من المعاصرين الله يرحمه الشيخ الغزالي، أشار ليها إشارات سريعة في بعض كتبه وكفروه. أسباب ورود الحديث. في حديث اتقال، وعنده السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ده كتاب مهم جدا. فهو كمان في كاسمنا الكتب أشار إلى قضية أسباب ورود الحديث. كل حديث اتقال ربما قيل في ظرف معين، في ظرف تاريخي معين، في سبب معين، مما لا يجعلك أنك ما لا يجعله حديث مطلق. يعني اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن لا يكون مناسبا للآن لأنه قاله في عصره في ظرف معين في بيئة معين، مش كل الأحاديث. هل عندنا حالة تشبه هذا فنقيس عليها ولا ما عندناش فمنعممش الأحكام. كل ده ما الناس غايبة عنه، المتحدثين غايبين عنه، وإحنا كما قلت تجزئة. طيب والإسلام، أنا عندي 3 دقائق اتفضل، هستأذن حضرتك في بهذا الفهم، لأنه عندما تتعرض المرأة لهذا الخطاب أحيانا يعني بالأمانة يعني بتصعب عليا فكرة أنه أحيانا هذا الداعية يفقدها الثقة في نفسها وفي دينها، هي تبقى شايفة أنه دينها ظالمها أو أنه دينها بينظر لها بهذا الشكل. أنا نسيت حاجة مهمة جدا، اتفضل. بعيدا عن الأشخاص، لا 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 اتفضل. أنا الآن عندما أقول للبنت اخرجي والبسي أفة ولا البسي واسع ولا كذا وكذا وإلا الواد يقتلك، يبقى أنا بأمرها بالفرض اللي فرضه ربنا من أجل أنه فرض لله ولا عشان من الواد ما تقتلهاش. يعني أنا عندما أريد أن أحبب الناس في فروض ربنا أو أقول لها البسي الحجاب لأنه ربنا فرضه عليكي وربنا يعينك وكذا وكذا إلى آخره، ولو لا البسي، طب إيه لو لبست بهذه النية لا تساب أصلا لأن لابسها خايفة أن حد يقتلها أو خايفة أن حد يعتدي عليها. والنبي عليه الصلاة يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هي مش لابسها استجابة لله. طيب رسالتك بقى للمرأة عندما تسمع هذا الخطاب، أنا رسالتي ما الذي يجب أن تفقه؟ أنا رسالتي للمرأة لها شقين. شق يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أنك أنت تراعي ربنا في الأحكام اللي ربنا قالها. والشق الثاني لا تستمعي إلى 80% من الخطاب الديني المتعلق بالمرأة. 80% أكثر إسرائيليات، أكثر خطأ، أكثر عموميات، أكثر أحكام غير مدروسة. لا تستمع إلى 80% أنا قلت من الخطاب الديني المتعلق بالمرأة لأنه خطأ. من شهور أنا قلت لحضرتك أنه في فكر يقول أن المرأة أصل كل خطيئة، وفندنا ده كله. هذا هو الذي حدث الآن، إن أصل الخطيئة اللي خلت الوالد قتل هي واللبس المحزق والشعر كذا وكذا إلى آخره. وهل هذه علل؟ هذا منطق؟ ثم بيحدث هذا في كثير في بنات محجبة. صحيح.
طيب انا يعني لما بنحب نحط نقط فوق الحروف في مثل هذه القضايا فلا اجد الحقيقه افضل من صوت حضرتك وفهم حضرتك في الحديث معك. بشكرك دكتور محمد سالم ابو عاصي. احنا لسه عندنا فقره هتكون ضفت فيها دكتور سماح عزب، ودي الفقره اللي انا بسميها دايما مسارات الخير، تحفيز الناس على الخير، واحنا داخلين على ايام مباركه ان شاء الله. مره ثانيه بشكر الاستاذ الدكتور العالم الفقيه المجدد الدكتور محمد سالم ابو عاصي، بشكر حضرتك. شكرا يا دكتور. لينا لقاءات متجدده. اهلا بحضراتكم في لقائنا اللي بيتجدد يوم السبت دايما، وانا بسمي الفقره دي طول الوقت انها فقره مسارات الخير. بنحاول نتكلم مع ضيوفنا فيها عن تحفيز الناس على فعل الخير، واللي هو مش مرتبط بموسم معين او بوقت معين، لانه طول الوقت ابواب السماء بتبقى مفتوحة للناس اللي بتدعي ان ربنا يعني يمنحها او يعطيها، وللناس اللي بتتصدق او بتتبرع او بتقوم بعمل الخير. اسمحوا لي ارحب بضيفتي في هذه الفقرة دكتورة سماح عزب المتخصصة في التفسير وعلوم القرآن. اهلا بيك يا دكتورة. اهلا بحضرتك. احنا في الفقرة دي الحقيقة، وكمان بنبقى بنركن الى ما تقوم به جمعية البر والتقوى، لانه ليها نشاط كبير جدا في عمل الخير وتوصيل الخير للناس. ناس كتيره بتردد احيانا، يقول لك ان اليد العليا خير من اليد السفلى. لو حطينا التعبير ده في منظومه عمل الخير، ناس كتير بيعتبروه انه حديث، مش كده؟ هو بص حضرتك، هو الفهم ده الاول بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاه وسلاما على نبيه ومصطفاه. الكلام ده هو من باب او هنستفيد منه التشجيع على عمل الخير. حضرتك لفت نظرنا هنا لحاجه مهمه قوي، التوقيت. يعني في ناس دايما حضرتك ايه، تاجل عمل الخير وتنتظر امتى. لا انا منتظر ايام، انا سمعت او هي الايام دي فعلا ليها فضل كبير. طب وباقي العام ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرزقك الخير في الايام الفاضله دي هو برضو اللي هيثيبك ويعطيك الاجر والجزاء في باقي العام. بس علينا ايه، النيه والاخلاص. طب انا لما هتصدق انا هستفيد ايه، انا قدمت ايه لنفسي؟ بص حضرتك الايه الكريمه، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. الايه هنا لو احنا بقى هنفكر في الكلام فيها، وما تقدموا لانفسكم، يعني هو قال ان الخير اللي انت هتعمله ده هو مش للغير، هو لنفسك انت. فده اول حاجه هنستفيدها، ان ده تشجيع، لان الواحد لما يعرف ان اللي داخل ده لنفسه هو مش هيتاخر عنه ابدا. كلمه تجدوه عند الله، يعني هلاقيه عند مين؟ مش هستناه من الناس، مش هستناه ان هو يرد لي الموقف او يدعي لي زي ما بعض الناس يقول يدعي لي ولا اي حاجه، هو هيجده عند الله. طب الايه الثانيه بتقول ايه؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. يعني انت مهما تعمل وتفتكر ان انت مثلا كريم او كنت كويس مع الناس، فالجزاء عند اكرم الاكرمين. فيبقى دي كلها حاجات بتشجعني ان انا اقدم على عمل الخير. كمان من الحاجات اللي تشجعني على عمل الخير ان انا افتكر ان الايام وايام العمر كلها معدوده. صحيح. وان راس مال الانسان الحقيقي هو عمره، فالانسان لا يفرط في دقيقه. ليه بقى حضرتك احنا بنقول الكلام ده؟ ركز على العمر، لان من مداخل الشيطان وخصوصا في هذه الايام التسويف. تسويف يعني ايه؟ يعني يقعد يقول لنا اجل ده لبكره، أجل الأضحية مثلا قبل العيد بيوم، أجل أي حاجة فيها خير. ده لأن حضرتك الشيطان حلف كده وقال في سورة الأعراف بتقول لنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كلمة لأقعدن، لفظ القعود ده معناه إيه؟ يعني أنا قاعد كده برواقة ومش مستعجل وموريش غيركم. وعنده صبر يعني. وهقعد لكم فين بقى؟ مش في حته معينه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني اي حاجه فيها بس كده ملمح بصيص من الخير انا قاعد فيه. فيها. فدي الخطه اللي الشيطان بيتبعها. طب احنا نعمل ايه بقى عشان نشجع نفسنا؟ اول حاجه، أهم وسيلة أو من أكتر الوسائل اللي بتؤدي لزيادة المال هي الصدقات. فين الآية اللي بتقول كده؟ في سورة البقرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني هو مين اللي بيربي؟ ربنا سبحانه وتعالى. هو في أكتر من كده يخليني أتشجع؟ طب الآية التانية، وما أنفقتم
من شيء فهو يخلفه. كلمة شيء معناها ايه؟ مش لازم تكون حاجة كبيرة. ما هو ده تصور عند البعض احيانا يعني. في فكرة مغلوطة عن التوقيت، ان احنا بس ايه في رمضان قبل الحج مثلا مش عارف ايه. في احيانا الناس بتستقل بالعطاء يعني يبقى مثلا في لا هو مش عاوز يدي ده لانه حاجه قليله. هل حجم العطاء ده بيفرق؟ تبص حضرتك الايه بتقول ايه؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. يعني الجنه اللي عرضها السماوات والارض. والايه بتطلب مننا اولا المسارعه لمين؟ اول ناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يبقى مش بس في السراء، في الضراء. في الضراء دي معناها ايه؟ لحضرتك تفضلت وقلت لنا عليه انه حتى بيدي شويه صغيرين. هي دي الضراء. يبقى ان الواحد مش بينفق في السراء بس، ده الواحد بينفق عشان الضراء تمشي. بينفق عشان هو عنده كرب، حد مريض فربنا يفرج عنه. بينفق، شوف حضرتك دي بقى، هو فلوسه قليله وعايز الفلوس تزيد، يعمل ايه؟ ينفق. ليه؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى الانفاق وسيله لزياده المال. يعني الناس ما تخافش انه مثلا حتى في ظل الظروف الصعبه الوقتي والازمه الاقتصاديه يعني حضرتك عارفها، فانه يخاف انه ينفق مثلا فيفتقر، او انه يعني يصاب بالعوز هو او بالحاجه، انه الانسان لما بيدي فربنا بيخلف عليه زي ما بيقول. الذي رزقك اولا يرزقك اخرا. يعني انت معاك النهارده مبلغ قد كذا من المال، مين اللي رزقك؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو ربنا قادر على ان يرزقك اكثر منه او مثله. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الانفاق فيه معاني رائعه. من ضمن المعاني، عشان كده عليه ثواب كبير قوي. من ضمن المعاني هو اول حاجه التصديق العملي بوعد ربنا سبحانه وتعالى، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى انت لما تدفع وانت ما فيش قدام منك صوره ان جاي لك فلوس بكره، لا انا مصدق بوعد ربنا انا هيجي لي حتى لو الاسباب انقطعت. انا معتمد على رب الاسباب. ده اول معنى. المعنى الثاني ان ده شرف ان ربنا استخدمك في ايصال مال الله الى عباد الله. يعني في واحد دلوقتي قاعد بيدعي وبيقول يا رب مثلا اعطيني كذا، ارزقني كذا، يا رب فرج كرب، يا رب انا عايز ااكل اولادي. وربنا جعلك انت المتصدق اللي عايز تنفق، انت سبب في استجابه هذا الدعاء. ايه الشرف الكبير ده؟ وايه المكانه العاليه دي؟ طب نشوف الاسوه كده بالصحابه والصالحين كانوا بيعملوا ايه. اليوم اللي ما كانش بيجي لهم واحد كده يخبط على بابهم ويقول لهم ساعدوني، كان يقعد يستغفر ربنا يقول ايه الذنب اللي انا عملته النهارده عشان كده ربنا ما رزقنيش ان حاجه بالخير ده عني. لان هم عارفين قيمه ان حد يطلب منهم المساعده. طيب لو يعني عملنا مقاربه كده لما تقوم به جمعيه البر والتقوى، احنا عندنا مشروع كبير اللي هو مشروع محطات التحليه. واحيانا بيبقى الخير المباشر، يعني لما واحد يروح يدي مثلا صدقه لحد في ايده، فبيبقى هنا النفع محدود لهذا الشخص. لكن مثل هذه المشروعات تقول لنا عنها ايه؟ لانها نفعها متعدد. اول حاجه حضرتك قلت محطات التحليه، يعني مش بير بس، يعني مش استخراج ميه فقط، ولكن التحليه. تحلية يعني المية تتقدم في أفضل صورة عشان إيه؟ الحفاظ على صحة الإنسان. طيب أنا هساهم فيها ليه؟ عشان الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني عشان يجيلك الخير لازم تنفق من الحاجة اللي أنت بتحبها والحاجة اللي أنت تحب أنها تجيلك. يعني ما تنفقش من الشيء اللي هو رضيء أو الشيء اللي أنت مش عايزه، الشيء القليل. لا، أنت تنفق من الحاجة الحلوة أحسن حاجة عشان يجيلك الخير. وتيجي الآية تقول وما تنفقوا من شيء، شيء يعني حتى لو حاجة قليلة، فإن الله به عليم والله هو الذي يجازي عليه. فالمشاركة في المية بالذات ثوابها كبير. ليه؟ أول حاجة تفريج كرب عن الناس. بعد كده ان ده الناس بتستخدمه مثلا في الوضوء، بتستخدمه في استخداماتها اليومية، طبعا عشان العطش. واحنا بنلاحظ ان جمعية البر والتقوى الاماكن اللي بتقيم فيها محطات التحلية او بير المية بيكون حواليها مسافات واسعة جدا، مفيش اي مصادر للمية، وفعلا الجو حر. طب من تفريج الكرب مثلا ايه؟ السيدة اللي بتشيل الحاجات عشان تروح تجيب بيها المية وتنقلها لبيتها، شوف هي مشيت قد ايه. الراجل او الانسان اللي عايز يتوضى وبيروح يتوضى من البير وبياخد مثلا وبيمشي عشان يروح يصلي، انت اعنته على العباده. طيب تحليه الميه بالذات، خصوصا لان في اماكن لما الميه بتطلع ما بتكون مش حلوه. ما بتكون صالحه.
احنا هنا بقى ايه بنساعد على الصحة، الوقاية خير من العلاج، بدل ما هو يستخدم المية دي وبعد كده نرجع ندور على مصدر للعلاج، فمن الاول كده احنا بنديله افضل حاجة. شوف حضرتك الآية، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تطلعوش الحاجات اللي يعني ولستم كلام ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني ايه؟ يعني لو انت اللي هتاخده لنفسك مش هتاخده غير وانت متساهل او جالك من غير فلوس. وتنتهي الايه هنا بقى يعني نهايه رائعه، واعلموا ان الله غني حميد. يعني ايه؟ غني عن صدقتك ان كانت من الرضيء، حميد لفعلك ان كانت صدقتك من افضل الشيء، فربنا بيشكر لك هذا ويجازيك عليها. فيبقى احنا لما نعطي نعطي من افضل شيء. طب ده دي مساحه بتشتغل عليها الجمعيه. المساحه الثانيه دلوقتي واحنا داخلين على يعني ايام الحج المباركه، وفي بعض الناس مثلا لما بيلاقي جمعيه زي البر والتقوى يقول له انه تعمل يعني توكيل للجمعيه في شرعا، يعني كل واحد عاوز هو يعمل اضحيه بنفسه ويقف ويذبح ويعمل مش عارف ايه زي ما انت عارفه. أيوة طبيعنا يعني طبعا مساله انه لا يعني في جمعيات بتاخد التوكيل بتاعك اللي هو صك الاضحيه. كلمينا عن ده برضو. عارف حضرتك في اماكن بعيده خالص، يمكن حضرتك شفت في التقارير الاماكن البعيده دي حرفيا الناس ما بيوصلهاش لحمه غير من العيد للعيد، ممكن ما يبقاش عندها قوت اليوم ان هي تاكل اصلا. ممكن الناس ما تستوعبش الكلام ده وتقول يعني معقوله في حد ما بيقدرش ان هو ياكل؟ نشوف الصور ونشوف الفيديوهات والتقارير اللي بتتعرض، فعلا حضرتك بنروح هناك ناس يعني مثلا عايشه ايه في شبه بيت، يعني حاجات متواضعه جدا، دول ما عندهمش اكل، دول مستنيين اللحمه ومستنيين الاكل من العيد للعيد. انا كفرت عمري ما هقدر اوصل للاماكن البعيده قوي دي. طيب اعمل ايه لما انا اساهم مع جمعيه؟ وجمعيه البر والتقوى هي عندها فرق بحثيه بتكتب كده مين الناس اللي هي محتاجه وقدر الاحتياج، بتعمل على ان هي توصل لهم الحاجه بشكل يليق بالكرامه الانسانيه، يعني حتى الحاجه مش بتروح، كمان بتحافظ عليها ان هي ما تتلفش، يعني طبعا عارفين الجو حر جدا صحيح دلوقتي وتمشي وتمشي المسافات دي كلها. انا كفرد مش هعرف اعمل كده. عارف حضرتك ناس تقول لك ايه؟ انا ذبحت وايه واديت للي جنبي وخلاص. نلاقي ايه بقى؟ نلاقي فلان اللي جنبه ده فلان اداله ده اداله ده اداله، بقى هو عنده واحد وفي حد في مكان اخر ما وصلوش حاجه. فاحنا نيجي نسال كده نفسنا وقفه مع النفس، هو احنا بنعمل ده عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى ولا بنعمل عشان فرض واسمي قضيته وخلاص؟ انا عايز ابتغاء مرضات الله، انا عايز اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالعمل ده، فلازم ادي من افضل شيء وادي ويعني اتحرى انا عايز انفع مين. انا مستني يعني واحد يدعي لي بظهر الغيب عشان الاقي قربة اتفرجت عني. عارف حضرتك حتى الصدقات لما انا بساعد الناس الواحد يجي يلاقي كده عنده راحة بال، مشكلة اتحلت وهو مش عارف المشكلة دي اتحلت ازاي، كل ده منين؟ كل ده من رصيد. زي ما انا داخل على العيد وبحوش مثلا عندي رصيد فلوس او بحوش اكل في البيت او بعمل كل ده، احنا كمان نجيب ورقة وقلم ونشوف انا هعمل ايه في الايام العشر المباركة ربنا سبحانه وتعالى اقسم بها، والله لا يقسم الا بالشيء الا له فضل كبير، والفجر وليال عشر، ربنا اقسم بهذه الايام والليالي بتاعت ذي الحجه. طيب يبقى ورقه وقلم، ازاي ان انا اراجع مع نفس الاخلاص؟ ازاي اقرب من ربنا اكتر في هذه الايام؟ ازاي انفع غيري في المجتمع؟ طب انا هتصدق بايه؟ طيب عارف حضرتك بقى في حاجه كمان، في حد تفتكر كده يوم عرفه النهارده احنا ايه؟ خلاص النهارده هنتصل بجمعيه البر والتقوى، النهارده احنا عايزين ايه؟ نضحي. طب ما كان في ايام قبل كده يعني برضو يعني يبقى المبادره قبلها بدري، يعني حضرتك شوف في اتفاق مع المجازر، في اتفاق كمان ان احنا جاي لنا كميات قد ايه، الناس اللي هتشتغل، اصل الموضوع مش قليل، يعني ده مش ذبيحه واحده، يعني بتبقى ذبايح وبتبقى اماكن وبتبقى عربيات طالعه لاماكن بعيده. فمن باب الخير ان انا ابتدي بدري المصارعه، وان انا اسمها ايه التسويف، يعني اسيب التسويف ان الشيطان يقعد يقول لي ايه بكره. عارف حضرتك ولا احد يدري يعني كم من واحد كان ماشي من خارج من بيته ورايح الشغل ورايح اي حته واتاه الموت. ممكن واحد مثلا مش عامل حسابه ونبص يعني الناس الوقت ما تاجلش الخير، يعني ما تسوفش فيه زي ما بتقول، ما تسوفش في الخير او في اي عمل الانسان عايز يعمله، لان بص حضرتك في قاعده كده، التأخير يبدأ بالتأجيل. عايز تتأخر في أي عمل سواء خير أو في شغل أو في أي حاجة أجله كمان شوية. بص نلاقي بقى إيه حضرتك كل الدنيا مطرتش
ايوه الجمله بقى دي اللي هي بتاخر الانسان وبتؤدي للفشل، ان الجمله اللي الدنيا ما طارتش دي، طيب خلاص ما هو الاجل قد يكون انتهى، الفلوس راحت، انا حرمت نفسي من الثواب. في واحد دلوقتي بيدعي بس انا ما كنتش السبب في تفريج الكرب وانا اللي ضيعت على نفسي الخير ده. فلما اقعد افكر كده، لا ده انا لازم دلوقتي اسارع وارتب انا هعمل ايه عشان افوز بالخير الموجود في هذه الايام. واولا احمد ربنا سبحانه وتعالى انه اطال في عمري، ان انا عشت لحد ما اشوف الايام اللي فيها الخير ده. لان بعض طبعا كتير من الناس يعني جاءهم الموت وما عاشوش، ما كانش فيه فرصه. لان كل يوم الانسان بيعيشه هو هديه، هو فرصه جديده، هو اضافه، المفروض انه يغتنمه يعني. يغتنمه، هي اضافه، لان طبعا احنا حياتنا كانها ورقه امتحان. كل يوم انا بكتب وعايز اجابتي تكون كويسه قبل ما ايه، قبل ما الورقه تنسحب مني، وانا مش عارف الورقه دي هتنسحب امتى. يبقى الانسان يفكر كده ان راس مال الانسان الحقيقي هو عمره، هو العمر. فانا كل شويه افكر انا هغتنم العمر ازاي، الدقيقه دي هتفيدني في ايه، ايه العمل اللي اعمله عشان اكون سعيد لما القى ربنا سبحانه وتعالى واحس ان انا مجهودي ما ضاعش هدر، لا ده انا اشتغلت وعملت. فيبقى نعمل ايه، نستعد من دلوقتي ورقه وقلم ونبتدي نشوف انا عايز اساعد في الاضحيه، اساعد في الكولدير، او اساعد في محطات التحليه، اساعد في المستشفى، اوجه خير كتير بتقوم بها جمعيه البر والتقوى، وكلها لو احنا فكرنا فيها كده يعني فيها اوجه للخير، تفريج كرب، مساعده الناس، مثلا فيها صدقه جاريه، وصدقه جاريه هو الشعار كمان بترفعه الجمعيه اللي هو شعار امان ودفى، ويمكن فكره دفع حتى لو احنا في الحر الوقتي، فالاكل نفسه بيدي نوع من الدفع يعني. الامان. الامان. عارف حضرتك الامان ده، الامان ده مش بس ان انا ابقى خايف من حاجه، الامان ده ان انا ابقى قاعد عندي ستر في البيت. يعني مبادره امان ودفع دي بالذات دي فيها تفريق كرب وبقى ادخال سرور على رب الاسره خصوصا، او على الست اللي بيبقى مطلوب أولاد. منه واللي بيبقى قاعد مش عارف ياكل الاولاد دول ازاي، او اللي عنده حد مريض، والمريض ده لو انا عندي امكانيات ماديه هبقى قلقان يا ترى العلاج هينفع، يا ترى انا هعمل ازاي، المسافات اللي انا هقطعها وانا عندي امكانيات ماديه. فما الحال لما يكون الناس دي ما عندهاش امكانيات ماديه؟ صحيح. فلو فكرنا فرصه عظيمه، لا اسمها زي ما بنقول كده، لا تدع الفرصه تفوتك. يعني انا بشكرك جدا، كنت معانا، وبشكرك على هذه الرسائل الرصينه الهاديه المحفزه للخير دايما، لانه الناس احيانا الحياه بتشغلهم، احيانا الزحمه بتشغلهم، احيانا الغفله بتشغلهم، لكن لا يبقى فعلا الا اللي الانسان بيقدمه وبيصنعه وبيضيفه للحياه. بشكرك جدا دكتوره سماح عزبر، متخصصه في التفسير وعلوم القران. اشكر حضرتك. لقاءات متجدده ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا، وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم، نلتقي غدا إن شاء الله، وتصبحون على وطن.